بحب أحكي صباح الخير للكل. أنا اسمي غريس كشك من بنك الاتحاد، مسؤولة عن الومنز ماركت والاس ام ايز بالماركتينج ديبارتمنت. بنحب نرحب فيكم اليوم بهاي الجلسة التدريبية اللي هي جزء من عدة جلسات تعاون فيها بنك الاتحاد مع الاي اف سي. بنقدمها لرواد الأعمال وأصحاب الشركات المبتدئة والصغيرة والمتوسطة. إحنا بنك الاتحاد بنعتبر عملائنا شركاء إلنا، وإحنا بنتفهم إنه الشركات وبالأخص الناشئة بتحتاج كتير أكتر من بس تمويل مشان نضل واقفة على إجريها. عشان هيك بنقدم لكم هاي الجلسات مشان بمواضيع متعددة مشان تساعدكم تطوروا أعمالكم. بحب أترككم هلأ مع المدرب العظيم أشرف شنودة. كتير منكم بعتوا لنا very positive reviews لمستر أشرف، فحبينا نجيبه يكمل هذا التوبيك كمان مشان it's very relevant. أشرف رح يحكي أكتر عن حاله، بس بحب أحكي إنه أشرف عنده خبرة أكتر من 25 سنة بالconsulting، وhe has his own company ومر بعدة مراحل in his journey بشغله، فكتير المعلومات رح يعطيكم إياها رح تكون مفيدة جدا لإلكم. بحب أسيب الساحة لك أشرف إذا بتحب تبلش. Thank you very much. Thank you Grace and thank you for the great introduction. وأهلا بكم جميعا، وبنعتذر تاني إذا كنا تأخرنا عليكم في البداية كده يعني حوالي 7-8 دقايق، وده كان بسبب معلش إن احنا حاولنا ندي فرصة لأكبر عدد من الحضور. أهلا بكم في ندوة النهاردة أو الويبينار بتاع النهاردة في موضوع Marketing Your Business Online، وهو عبارة عن مقدمة لكيفية التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي علشان نقدر نعظم الاستفادة من خلال وجودنا على الانترنت، سواء من خلال الويب سايت بتاعنا، موقعنا الإلكتروني، أو صفحتنا على الفيسبوك وهكذا. فالحقيقة هذه الندوة مكملة للندوة الماضية، بس ده ما يقلقناش يعني من حضراتكم ما حضرش الندوة الماضية ما فيش أي مشكلة. احنا هندي بعض العلاقات ما بين الندوة بتاعت النهاردة والندوة الماضية، إنما اللي من حضراتكم ما حضرهاش هيقدر يستوعب الندوة دي كاملة تانية، ما تقلقوش في الجزئيات. خلوني سريعا أقدم نفسي، أنا اسمي أشرف شنودة، عندي شركتي الخاصة اللي أسستها منذ أكثر من 20 عاما. كانت بدايتي في عدد من الشركات متعددة الجنسيات، كان من ضمنها شركة بروكتر أند جامبل اللي أعرفها منكم، يعني هي بيعتبروها مدرسة في مجال التسويق. والحقيقة وقتها كنت مسؤول عن 3 منتجات أو 3 براندز. بعد كده لما أسس شركتي الخاصة في مجال الاستشارات الإدارية والتسويق طبعا بالتحديد، وكذلك التدريب، الحقيقة كان عندي فرصة أن أنا يعني أشتغل مع شركات صغيرة ومتوسطة في عدد كبير من بلدان العالم، يعني نقدر نقول في 5 قارات في عدد كبير من الدول الحقيقة. وده إداني فرصة أن أنا أتعرف على التحديات المختلفة الشركات الصغيرة المتوسطة بتقابلها في مختلف أماكن العالم باختلاف الثقافات وهكذا. طبعا يعني من خلال تجربتي الطويلة في فترة 20 سنة أو أكتر اللي شغلت فيها في شركتي الخاصة، الحقيقة يعني قدرت أكون وجهة نظر وبعض المعلومات إن شاء الله تكون مفيدة لحضراتكم النهاردة، وكمان يعني يساعدني تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال صندوق الدردشة والشات بوكس. أنا الحقيقة مدرب معتمد من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، كبير مدربين معتمد، مصمم مادة علمية معتمد، وكذلك واخد اعتمادات من مؤسسة التمويل من شركة LPI أو مؤسسة LPI اللي موجودة في انجلترا. خلينا نبتدي بسرعة كده عشان ما طولش عليكم على مقصود ايه بالندوة النهاردة وايه هدفها. طبعا يعني لا يخفي على احد التحديات اللي احنا مرينا بيها كلنا في اعمالنا المختلفة الفترة الماضية، تحديدا بسبب جائحة كوفيد-19 وما ترتب عليها اثناء الاغلاق والاقفال.
وما بعدها من تأثيرات اقتصادية علينا، ويبدو للأسف إنه يعني في موجة تانية على الأبواب إن شاء الله تكون أخف وأسرع، تنتهي أسرع، وفي نفس الوقت ما يبقاش في، يا رب ما نكونش مضطرين إن احنا نعمل برضو إغلاق كامل. بغض النظر بقى عن فترة الجائحة نفسها اللي أثناء وجودها وأثناء الإغلاق، العملاء بتوعنا بشكل عام ومعظم المستهلكين بشكل عام ابتدوا يتعودوا على عادات جديدة واستخدامات جديدة وطرق جديدة للتعامل مع المنتجات وشرائها والتعرف عليها. طبعا لا يخفى على أحد إنه معظم هذه الطرق دي كانت أونلاين، يعني كان في منصات حتى ومواقع خلقت مخصوصا مخصوص في هذه الفترة. يمكن الأردن، الحكومة الأردنية لو أنا فاهم صح أطلقت برضو منصة اللي هي اسمها مونة، تساعد الناس في أثناء فترة الإغلاق إزاي يقدروا يحصلوا على الغذاء من سوبر ماركت ومحلات الغذاء وهكذا. اللي أنا عايزين نقوله أثناء الجائحة وما بعدها على طول، عادة هناك فرص، يعني ممكن يكون عندنا تحديات كبيرة من كاش فلو، التدفقات النقدية، معدل الشراء، تعداد الشراء والبيع سواء لمنتجات أو خدمات، وده طبيعي لأنه طبعا زي ما حضراتكم عارفين كل الناس اتأثرت ماديا، وبالتالي قوة شرائية قلت، الأولويات في الشراء قلت، الخروج للشارع كان قليل فترات طويلة، بالتالي ده ترتب عليه حاجات كتيرة أثرت سلبا على أعمالنا. احنا هدفنا من هذه الندوة والندوات الأخرى اللي قدمناها زي ما كانت ميس جريس بتشرح، كان هدفنا إزاي نقدر نستمر في هذه الأثناء وفي الفترة الصعبة اللي احنا بنمر بيها، مش بس كده، وإزاي نجهز وإزاي نقتنص فرص بتكون موجودة عادة زي ما التاريخ حكى لنا ما بعد الكوارث. يعني التاريخ كله حكى ما بعد الأوبئة العالمية اللي حصلت، ما بعد الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، دايما كان هناك فرص وهناك تغيير كبير في نمط التعامل للمستهلكين المختلفين. عشان كده احنا عايزين نقرأ على الفرص. فين هي الفرص؟ هناك فرص كثيرة في خضم كل كارثة. دي كانت أحد مقولات العالم الكبير اللي حصل على جائزة نوبل ألبرت أينشتاين، زي ما حضراتكم عارفين هو حصل عليها في سنة 21. مش بس ألبرت أينشتاين اللي قال كده، لا، اقتصاديين كثر وخبراء كثر وعلماء كثر أكدوا هذه النقطة. وعشان كده احنا مع بعض بنحاول نشوف الوسائل اللي تقدر تساعدنا أكتر إن إحنا نوصل للفرص اللي ممكن تكون موجودة وإحنا مش شايفينها بوضوح. عشان كده أول حاجة عايزين نشوفها، إحنا كنا فين المرة اللي فاتت؟ كنا إزاي نبتدي التحول الرقمي؟ وقلنا المرة اللي فاتت إنه أحد عناصر التحول الرقمي إن أنا أبتدي أبيع من خلال الإنترنت. مش مجرد، خدوا بالكم، قلنا إن إحنا مش مجرد نكون موجودين على الإنترنت، يعني يبقى في حضور على الإنترنت من خلال وجودي على ويب سايت، او يعني وجود عم يعني ان انا انشئ ويب سايت الخاص بي فقط، او ان انا يبقى عندي صفحه على الفيسبوك. لا، قلنا الوجود على الانترنت والتعامل على الانترنت ده مهم جدا، يعني لازم اكون بعرف ابيع على الانترنت، بسهل على العميل بتاعي ان هو يقدر يشتري وينفذ عمليه البيع على الانترنت وتوصل له يوصل له المنتج او الخدمه برضه من خلال الانترنت، توصله لحد عنده، لحد بيته او لحد مكتبه ان شاء الله برضو لما الامور تتحسن والناس كلها ترجع مكاتبها. في ان احنا نتمم عملية البيع من خلال الانترنت، ده كان نقطة مهمة جدا اتكلمنا عليها في الندوة الماضية. طيب ده معناه ان احنا ابتدى يبقى عندنا، لو ما كانش عندنا قبل الندوة الماضية، دلوقتي بقى عندنا تواجد على الانترنت، والعميل ممكن يتمم عملية الشراء للمنتج او الخدمه من خلال الانترنت برضه. طيب احنا عايزين نعمل ايه النهارده؟ هدف ندوتنا ايه النهارده؟ هو ازاي اسوق البيزنس بتاعي
عبر منصات التواصل الاجتماعي علشان أجذب أكبر عدد من المستهلكين المحتملين، وسواء للمنتج أو للخدمة، يجولي مطرح ما أنا موجود على الإنترنت، مكان ما أنا موجود على الإنترنت. يعني إذا كنت أنا موجود على ويب سايت، وطبعا ده الالتيميت ان انا دايما عندي الويب سايت بتاعي، ازاي اعظم استخدامي لوسائل الانترنت او منصات التواصل الاجتماعي، اسف، ازاي توصل العميل بتاعي لغايه عندي على الويب سايت بتاعي، او لو انا لسه ما عنديش ويب سايت ممكن على صفحه الفيسبوك بتاعتي او الفيسبوك ستور بتاعي. يعني احنا من المفترض بعد الندوه الماضيه قدرنا نتواجد على الانترنت، سواء من خلال الويب سايت، سواء من خلال فيسبوك ستور او فيسبوك بيج او انستغرام او منصات التواصل الاجتماعي المختلفه، وكمان من خلال مواقع البيع الشهيره، طبعا على راسهم زي ما حضراتكم عارفين امازون، وفي جوميا ويوباي، في منصات بيع كثيره او مواقع بيع اونلاين كثيره. طبعا ده لا يغني اذا كنت انا ببيع من خلال الويب سايت بتاعي ان انا ممكن اتواجد على هذه المنصات العالميه. طيب تعالوا نشوف بقى الصوره الكبيره. لما بدينا الندوه الماضيه بالصوره الكبيره على ما هو ما المقصود بالتحول الرقمي، خلينا نشوف ايه هو المقصود بالديجيتال ماركتنج او التسويق الالكتروني. اول حاجه خلينا نبص عليها في هذه المنظومة، نبص على ما يسمى جوجل أدوردز، ودي مختصرها. طبعا يعني المختصين في الموضوع ده اللي ممكن حضراتكم تلجأوا لهم، لأنه زي ما يعني قلنا الندوة الماضية، بنقول برضو هذه الندوة إنه مش بالضرورة حضرتك أو حضرتك هتنفذ كل اللي احنا بنقوله ده بنفسك. ربما ما عندكش الخبرة، ربما ما عندكش الوقت. الفكرة مش ان انا مجرد اعرف اعمله، الفكرة من هذه الندوات ان انا اسأل الاسئلة السليمة، الاسئلة الصح اللي اسألها لنفسي واسألها للمقدم الخدمة البيع عبر الانترنت فيما يخص الندوة الماضية، والحالية فيما يخص اللي هيساعدني او الشركة او الشخص زي ما هنشوف كمان شوية اللي هيساعدني في عملية التسويق عبر الانترنت. فلازم ابقى فاهم، عندي الاساسيات فهمها كويس عشان اعرف اسال الاسئله صح. لانه علشان يعني احنا بنرد على السؤال الكبير وات، مش هنقول او ماذا، مش هنقول الكيف، مش هنقول الهاو، لانه هاو دي ممكن تاخد مننا ساعات كثيره جدا في كل عنصر من هذه العناصر. فاحنا مجرد هندي نبذه عن العناصر، زي عناصر مختلفة لازم نبقى فاهمين معناها، فاهمين أبعادها، فاهمين كيفية الاستفادة منها. فبالتالي لما أسأل نفسي أسئلة وأسأل اللي جاي يقدم لي هذه الخدمة، أعرف أسأله الأسئلة الصح عشان أوصل لأفضل نتيجة. جوجل أدوردز دي عبارة عن بنسميها الكلمة المفتاح. كلمة المفتاح دي مقصود بيها لما أجي أعمل أنا كمستهلك عادي أو بدور على خدمة أو منتج معين، بقوم عامل سيرش على جوجل، اللي هي جوجل منصة البحث اللي كلنا عارفين. فإيه الكلمة المفتاح اللي أنا محتاج إن أنا أعمل؟ يعني مثلا أنا دلوقتي في الأردن، ومعروفة الأردن، يعني أنا من محبين الأردن على فكرة، وجيت كثيرا الأردن وزرتها وزرت معالم سياحية جميلة قوي هناك. طبعا من ضمن الحاجات اللي عجبتني جدا زي ما بتعجب معظم زوار الأردن الكنافة. يعني لو جيت قلت مثلا انا دلوقتي في الاردن وعايز اشوف فين احسن مكان اكل فيه كنافه، اول حاجه هدور عليها ايه؟ هقول كنافه مثلا، هكتب كلمه كنافه على الـ 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 في جوجل سيرش. ده معناه انه كلمه كنافه دي بقت الكلمه المفتاح لمجال عملي انا، اللي انا دلوقتي يعني او حضراتكم يعني او حد من الشركات الصغيره المتوسطه، محل بيبيع حلويات مثلا، فهو عايز يعمل اعلان عن اهم ما منتجاته اللي هي او متميز فيها اللي هي الكنافه. فهيدور على كلمه كنافه، لانه المستهلك بتاعه لما هيجي يدور عليه او يدور على مقدمين هذه الخدمه او المنتج، هيدور من خلال كلمه كنافه. فكنافه اصبحت
كلمة مفتاح اللي بيضمنها من خلال جوجل سيرش. فهنا جوجل بيعمل زي نوع من أنواع المزاد على الكلمات المفتاح، لأنه دي الكلمة المفتاح اللي أنا مقدم هذه الخدمة، اللي أنا صاحب المحل اللي بيعمل كنافة متميزة هيحتاج يحطها في الإعلان بتاعه، الإعلان الصغير اللي هيتعمل أونلاين. لما أنا كباحث عن الكنافة ودوست على كلمة كنافة في السيرش بتاع جوجل، إعلانك هيظهر لي من أوائل الإعلانات، بالتالي فرصة حضرتك كمقدم هذه الخدمة هتكون من أعلى الفرص إن أنا أقدر أوصل لك. طبعا مجرد إن أنا بكليك على إعلانك بيقوم موصلني على الويب سايت بتاع المحل بتاعك أو شركتك، كلهم في مجاله. فأنا بدفع إمتى؟ أنا كمحل أو كواحد بيعمل هذا التسويق على الإنترنت بدفع لجوجل مجرد إنه حد عمل كليك على الإعلان اللي بيحتوي على الكلمة المفتاح اللي أنا حطيتها في جوجل سيرش اللي هي كنافة، فببتدي أدفع. طبعا ده اللي بيتعمل مزاد على هدفع كام بير كليك، فيعني بدفع قد إيه على كل نقرة، كل نقرة من مستهلك على إعلاني اللي هيوصلني بالتالي على الويب سايت بتاعي أنا مقدم هذه الخدمة اللي انا هشرح له بقى فيها كل منتجاتي وتفاصيل الكنافه الحلوه اللي انا بقدمها. ده فكره جوجل ادوردز. نيجي بعد كده لما يسمى اس يو اي او سيرش انجن اوبتمايزيشن، وده عاده برضو بيستخدم في مجال البحث عن الويب سايتس. بمعنى بيجي هنا مطورين الويب سايت بيجوا من ضمن الحاجات اللي بيشتغلوا عليها ازاي انا كمقدم خدمه صاحب هذا الويب سايت، انه لما يجي يتعمل سيرش على منتج او خدمه من اللي انا بقدمه، الويب سايت بتاعي يظهر من اوائل السيرشز اللي بتظهر. زي ما حضراتكم عارفين مثلا لما بنيجي نعمل سيرش على جوجل، انا عايز خدمه في مجال اللاندسكيبنج وتنسيق الحدائق زي مكان زميلاتنا اللي موجودين حاضرين معانا النهارده بيقدموا. طيب يبقى انا اعمل ايه؟ انا كمطور خدمه لما باجي، أو انا اسف انا كباحث عن هذه الخدمه ازاي انسق الحديقه بتاعتي، محتاج حد محترف يقدم لي هذه الخدمه، فبعمل سيرش عليه في جوجل، في الويب سايت بيقوم ظاهر لي من اوائل نتائج البحث في اول صفحه. يعني دايما بيظهر زي ما حضراتكم عارفين عدد من الصفحات، في الصفحه الاولى انا بظهر في الاولى في بدايات الصفحه، بالتالي فرصه انه المستهلك ده او المستخدم او اللي محتاج الخدمه بتاعتي يلاقيني هيلاقيني بسرعه افضل. فدي نقطه برضو مهمه لازم اكون انا عارفها لما نيجي نعمل الويب سايت بتاعنا. السوشيال ميديا ماركتينج دي زي ما حضراتكم عارفين هو ده يعني كور موضوعنا النهارده، ده اللي هنركز فيه النهارده بالنسبه ازاي اعمل عمليه تسويق على منصات التواصل الاجتماعي. في بعد كده ما يسمى الايميل ماركتينج، جوجل اناليتكس، ودي نقطه مهمه جدا بقدر من خلالها اعرف كفاءه عمليه التسويق عبر الانترنت من خلال بقى وصلت لقد ايه من العملاء، قد ايه من العملاء دخلوا على الويب سايت بتاعي، قد ايه من العملاء قعدوا على الويب سايت بتاعي مده قد ايه، قد ايه من العملاء تصفحوا جوه الويب سايت، قد ايه عملوا نقروا على الويب سايت، وهكذا. في طبعا عمليه الويب سايت انهانسمنت، ودي عمليه دايما مستمره، وفي ما يسمى طبعا اليوزر اكسبيرينس للباحث اللي دخل على الويب سايت بتاعي وبيتفرج عليه او بيتنقل بين صفحاته. فهنا دي نقطة مهمة جدا مطورين الويب سايتس ومنشئين الويب سايتس بيشتغلوا عليها بحيث يدوا أفضل تجربة للمستهلك أو المستخدم بتاع الويب سايت بتاعي، بحيث إنه نساعده إن هو يتلقى الخدمة أو المنتج بتاعي في أسرع فرصة طبقا لاحتياجاته. أخيرا في عندي المحتوى اللي أنا بحطه على أي من النقاط اللي إحنا اتكلمنا عليها، سواء سوشيال ميديا، منصات التواصل الاجتماعي، ايميل ماركتينج، على الويب سايت، في ايه هو المحتوى. طبعا التركيز بتاعنا النهارده هيكون على كيفيه التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهندي فقط نبذه
عن المحتوى. دي كانت الصورة الكبيرة علشان نعرف احنا بنركز على ايه النهارده من ضمن الحاجات اللي هنشوفها، او الحاجات اللي هنشوفها هي ليه انا محتاج استخدم منصات التواصل الاجتماعي في عملية التسويق، ايه افضل المنصات، وكمان ايه المحتوى اللي انا محتاج احطه على هذه المنصات، وبعض الممارسات او بعض افضل الممارسات في التعامل على منصات التواصل الاجتماعي. يعني مع نهاية هذه الندوة هيكون كل واحد من حضراتكم باستطاعته انه يشرح ازاي السوشيال ميديا تقدر تجذب لي اكبر عدد من العملاء على اماكن تواجدي على الانترنت، ازاي اقدر اقارن وفاضل بين منصات المختلفة، ازاي اقدر اوصف المحتوى اللي ممكن استخدمه على المنصات المختلفة، واخيرا بعض اقدر اعدد بعض الممارسات افضل ممارسات لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي. فنبتدي كده بسرعه نتعرف بقى على حضراتكم، وكمان تقولوا لنا يعني كل واحد مشكور او كل واحده مشكوره تذكر الاسم وجنبها على طول ايه اهم توقعات حضرتك او حضرتك من هذه الندوه في كلمتين الحقيقه، بحيث ان احنا نقدر نوجه ونعظم الاستفادة بتاعت حضراتكم من خلال هذه الندوة. طبعا انا بعتذر لحضراتكم ان انتوا كلكم على ميوت، علشان طبعا مع العدد الكبير مش هنقدر نسمع كل الناس، انما هنسمعكم من خلال صندوق الدردشة او الشات بوكس. ياريت تردوا عليا في صندوق الدردشة او الشات بوكس الاسم وجنبه اهم التوقع من هذه الندوة بعد ما ادينا هذه المقدمة. اتفضل. شيرين، ايوه بنشوف، قادرين نشوف المسج بتاعتك. اهلا بيك ماجده، يا ريت لو تقول لنا مجال عملك، او اسف ايه اهم توقع ليكي. جمانه، ازاي اقدر اتعامل في ميديا بيجز او منصات التواصل الاجتماعي، صفحاتي الموجوده على التواصل الاجتماعي في شركتي. دينا ريفرشر، ماشي دينا، عايزه تذكره. اي كان شيرين، انت ممكن تفتحي صندوق الدردشه، يمكن نجود هتساعدك في القصه دي. وداد، ديزاين اوفر اوفيسر، تمام. يا ريت تقولوا لنا توقعاتكم من هذه الندوه. ديما عايزه تعرف اكتر عن الاونلاين بيزنس من خلال التواصل، من خلال منصات التواصل، تعامل مع منصات التواصل. وداد الوضاح يقول الخيارات المتاحة على الويب كثيرة، أتوقع أن أستطيع التركيز على أكثر من هذه الخيارات. تمام، عندك حق يا وضاح، فعلا محتاجين نركز ونختار أفضل حاجة. أسامة، أشكرك يا أسامة على كلمتك. إزاي أقدر أجذب أكبر عدد من العملاء لمجالي أو عملي يعني، وأحولهم لكاستمرز. تمام. آية، Omnichannel marketing, how different platforms require different marketing. تمام. أشكرك يا آية. Hoping to learn new tricks, push my business further. تمام. كيف أظهر وأبان المتابعين؟ أفضل keywords about online sales and marketing. ندى, to understand how to use social media marketing in MENA region. ريناد مور ليدز. يعني خلاصه الكلام، طبعا واضح ان معظم حضراتكم يعني الكلام كله في الاتجاه اللي احنا بنتكلم فيه. خليني اكد الندوه دي هتساعدكم ازاي اقدر اوصل لاكبر عدد بطبيعه الحال من المستهلكين المحتملين. اقارن ازاي زي ما كتير من حضراتكم ذكر بين منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وإزاي أقدر أعظم، ودي نقطة مهمة، كفاءة صرفي والميزانية بتاعة التسويق بشكل عام، وطبعا تحديدا في مجال التسويق الإلكتروني.
هنا بس عايز اوضح ان احنا هنا مش هنتكلم كثيرا على فنيات، يعني يمكن في بعض من حضراتكم ذكر ازاي اختار ادوردز، جوجل ادوردز ازاي. طبعا احنا ادينا مجرد نبذه، التفصيل دي هي الكيف. الكيف زي ما قلنا مش موضوع ندوتنا النهارده ولا حتى كان موضوع ندوتنا امس، انما بنرد على الوات مش الهاو. يعني ايه المعلومات؟ يعني يكفينا النهارده مثلا في المقدمه اللي قلناها عن جوجل ادوردز، يعني يكفينا ان انتوا تبقوا عارفين انه في حاجه اسمها جوجل ادوردز بتساعد على ايه، فبالتالي لما حد هيجي يقدم لي الخدمه اقدر اساله وافهم ويبقى عندي الاسئله المظبوطه ان انا اقيم هذه الخدمه وكفاءتها اللي هي بتتقدم لي. فيعني معظم حضراتكم في المكان المظبوط، خلينا نحط كده بعض القواعد عشان نعظم استفادتنا. يا ريت حضراتكم تشاركوا، وانا شايف البدايه كده جميله، في مشاركات جميله من حضراتكم. يا ريت نحترم برضو اراء بعض، لا ننقد بعض لو حد بيعلق، وهنفضل زي ما قلنا من شويه الميكروفونات ميوت. طيب تعالوا نشوف ايه اول نقطه محتاجين، السؤال الاساسي اللي احنا محتاجين نتكلم عنه النهارده، وهو why market on social media، لماذا السوشيال ميديا. تعالوا نبتدي كده بسؤال سريع، نشوف حضراتكم يعني ايه رؤيتكم للسوشيال ميديا ومدى انتشارها مع بدايات السنه دي، مع بدايه 2020، يعني قبل حتى ما الكورونا تنتشر انتشار كبير، كانت بدات من وجهه نظركم قد ايه على مستوى العالم من الناس كانت بتشترك او بتتواصل او بتخش تستخدم السوشيال ميديا، اي نوع من انواع السوشيال ميديا او منصات التواصل الاجتماعي، الف ولا ب ولا جيم ولا دال؟ يا ريت تردوا عليا فيما يخص هذا السؤال من خلال شات بوكس. فايق بيقول دي، وضح بيقول دي، رينار بيقول بي، تغريد بتقول سي، جمانة بتقول دي، ديما بتقول دي، نادين بتقول دي. طيب يعني انتوا كنت في كتير منكم عشمانين وكان الرقم كبير قوي، بس هو رقم كبير فعلا، هو رقم سي، ثلاثة او جيم، يعني 3.8 مليار شخص بيشتغل على السوشيال ميديا. ليه بقى؟ لانه معلش يمكن عندنا سؤال هنا من ريناد، يا ريت لو حد يعني جود بس لو ممكن تتواصلي معاها على البرايفت. 3.8 كبير جدا، يعني لو جينا شفنا الخريطه كده العالميه بسرعه، عدد تعداد سكان العالم بنتكلم في حوالي 7.8 مليار مواطن. فطبعا صعب ان انا يبقى عندنا 10 مليار بيخشوا على منصات التواصل الاجتماعي زي ما بعض حضراتكم قال. 66% او ثلثينهم بيستخدم الموبايل، 60% منهم بيستخدم الانترنت. 3.8 مليار مواطن او شخص على مستوى العالم بيستخدم السوشيال ميديا، منصات التواصل الاجتماعي بتاعنا، يعني تقريبا بواقع نص سكان العالم. طبعا ده رقم كبير وبيورينا قد ايه مهم جدا ان احنا نستخدم، احنا مش بنتكلم على فرص وبندور على فرص، طب ازاي اسيب فرصه زي دي ان انا اوصل للناس دي؟ ازاي اسيب فرصه ان انا اوصل لعدد زي ده؟ طب ده على مستوى العالم. عندنا ايه بقى؟ عندنا تقريبا 10 مليون مواطن او 10 مليون شخص في الاردن، يعني عندنا طبعا ضيوف كتير من الاردن عايشين معنا في الاردن، فانا عندنا اجمالي 10 مليون شخص، 10 مليون شخص ممكن يكون مستهلك محتمل. 80% منهم بيستخدموا الموبايل، 8.7 مليون بيستخدموا الانترنت، بواقع 5.8 مليون بيستخدموا السوشيال ميديا، بنتكلم عليهم اكتف يعني بيستخدموها باستمرار، 5.4 مليون بيستخدموا السوشيال ميديا عبر الموبايل. فطبعا عندنا رقم هنا عن 5 مليون شخص ممكن اوصل له، ده عباره عن مستهدف. طيب اوصل له ازاي؟ بمعنى ما في حاجه اسمها اوصل له كده وخلاص، ابعت رساله كده وخلاص، لا، لانه عمليه
قرار الشراء بتمر بعدد من المراحل. يعني الأول بيبقى عندي مشكلة، حاجة بتؤرقني، محتاج خدمة معينة. هنا ده الوقت اللي أنا محتاج يبقى عندي معرفة أو awareness بوجود حضرتك أو حضرتك اللي هو مقدم هذه الخدمة أو مقدم هذا المنتج، اللي بيرد على احتياج عندي، على احتياج لحل مشكلة، احتياج لحل نقص، احتياج للاستخدام. على فكرة المسوقين الشطار هيكونوا عارفين ان انا احيانا بقدر من خلال عمليات التسويق المحسوبة جيدا ان انا كمان اخلق هذا الاحتياج، مش مجرد ان انا البي احتياج. طبعا زي ما حضراتكم عارفين في احتياجات نمت كثيرا ما بعد الكورونا وبعد الاغلاق، وعشان كده احنا بنسميها ايه؟ احنا بنسمي ان احنا في مرحلتنا دلوقتي في مرحلة نيو نورمال، الواقع الجديد اللي فيه مستهلكين اتعودوا على عادات جديدة وبقى عندهم احتياجات جديدة. يجي بعد كده على بقى عندي احتياج، ابتديت بقى يبقى عندي اهتمام بخدمة او منتج معين. يعني خلينا ندي مثال علشان نعرف نربط العلاقات بتاعت الفايف ستيج او الخطوات الخمس للقمع المبيعات لو جاز التقدير التعبير، لانه ده بيعبر عن خمس خطوات لعملية البيع. يعني بداية لما نيجي نتكلم على awareness، انا دلوقتي معلش احنا بنتكلم شويه على التسويق دلوقتي عشان نربطه بعمليه التسويق الالكتروني، يعني محتاجين ندي هذه الخلفيه عن التسويق للي ما عندوش خلفيه كبيره يعني، واللي عنده خلفيه اوريدي يا ريت يشاركنا برضو برايه او برايها عبر صندوق الدردشه. انا النهارده ساكن في عمان، شغلي في عمان، شغلي اتنقل خارج عمان، بالتالي انا محتاج دلوقتي بقى عندي مشكله معينه، احتياج معين، ازاي اقدر اروح شغلي خارج عمان بشكل مريح، بشكل يضمن لي ان انا اوصل في الوقت المناسب وارجع في الوقت المناسب، وكذلك بشكل يقدر يكون في نطاق ميزانيتي اللي انا اقدر اصرف عليها في الذهاب والاياب. بالتالي انا دلوقتي ابتديت عندي مشكلة، ابتديت ابص طيب ايه البدائل اللي ممكن توصلني لشغلي اللي اتنقل خارج عمان. والله طب احد البدائل ان انا دلوقتي بعد ما كنت بستخدم المواصلات وانا داخل عمان اللي بتسهل لي هذه المأمورية، دلوقتي ابتديت اكتشف ان انا لا، ابتديت اوعى ان انا دلوقتي محتاج ان انا اشتري عربية. محتاج اشتري عربية. طيب يبقى انا محتاج دلوقتي دخلت في المرحلة التانية ان انا بقى عندي اهتمام بشراء العربيات او بشراء عربية تخصني. طب محتاج ابص على ايه؟ محتاج اشوف ايه هي السيارات الاكثر انتشارا عندي في الاردن تكون كفاءتها كويسه، عمليه صيانتها كويسه، ما فيهاش اعطال كثيره، ما فيهاش مشاكل، ليها نوع من انواع التواجد الجيد، صيانه جيده، ليها وكيل قوي. كل هذه العناصر محتاج ابتدي ابص عليها، وابتدي بقى ايه؟ ابتدي ابص على ويب سايتس مختلفه، على رسائل مختلفه من خلال منصات التواصل الاجتماعي والاعلانات اللي بتجيلي على منصات التواصل الاجتماعي كل يوم، ممكن حتى من خلال مثلا فيسبوك وهي الوسيله الاكثر انتشارا، ابتدي اخش على بيجز، على صفحات لموزعين سيارات في الاردن، وابتدي هنا بقى ابتدي اركز واهتم على منين، من انهي موزع اشتري انهي سياره. يجي الخطوة اللي بعدها، ببتدي في عملية اتخاذ القرار. ابتديت أركز دلوقتي والله يبدو إنه العربية التويوتا الموديل الفلاني من تويوتا، أنا مش عايز أعمل تسويق الحقيقة، والهدف مش تسويق لماركة معينة أو موديل معين للعربية، هو نستخدم مجرد مثال. قد يكون حتى المثال ده مش أفضل مثال لأفضل عربية في الأردن يعني، عشان ما نبانش إن إحنا بنسوق. طيب مثلا تويوتا، طيب في موديل من تويوتا ده ممكن يناسبني انا النهارده وانا بنتقل بشكل سهل، عربيه سعرها في متناول ميزانيتي، صيانتها طيبه. ببتدي اعمل مقارنات، وابتدي اخش واشوف على الريفيوز اللي بتتكتب وعلى التعليقات بتاعت المستهلكين اللي استخدموا هذه العربيه. يعني لو على الصفحه هلاقي ناس كتير، على صفحه تويوتا هلاقي ناس كتير بتستخدمها،
على صفحة موزعين تويوتا في الأردن هلاقي ناس كتيرة استخدمتها وبتعلق عليها، وبتعلق كمان على الخدمة بتاعة الموزع، خد بالكم اللي هو حضرتك أو حضرتك. يعني واخدين هذا المثال لأنه ده ممكن يمشي على أي مثال تاني اللي بيقدم خدمة زي تنسيق الحدائق، اللي بيقدم خدمة أو منتج زي بيع المزروعات اللي بتتعمل داخل المنزل، اللي بيقدم خدمة تخطيط تصميم منتجات يدوية، صناعة يدوية. كل دول ينطبق عليهم، كلنا ينطبق علينا هذا المثال كل بطريقته. فبعد ما ابتديت خدت قرار خلاص، لا ده هي العربية تويوتا الفلانية الموديل الفلاني واللي هشتريها من الموزع الفلاني، ابتديت اخد قرار اكشن. اكشن يعني ايه؟ ابتديت دوست على الزرار بتاع التنفيذ وعملية الشراء، وابتديت مثلا من خلال الويب سايت بتاع الموزع اكس للعربية واي ان انا اخد ميعاد علشان اعمل مثلا تست درايف، او ان انا ابتدي انفذ عملية الشراء. التست درايف ده ممكن يكون جه في عملية القرار، انما دلوقتي اتخاذ القرار، اما دلوقتي انا بنفذ، فبالتالي باخد ميعاد مع سيلز راب او مندوب بيع عند الموزع، وباخد ميعاد عشان اروح انفذ هذه العمليه. طب انا اشتريت، تيجي اعلى مراحل الهرم المقلوب اللي هي في قمع المبيعات، ان انا ببتدي ابص على ايه؟ على الولاء بتاع العميل بتاعي. على الولاء بقى اللي بينتج عن ايه؟ عن قد ايه انبسط اثناء عملية الشراء. خدوا بالكم انا مش بتكلم كده لسه خلاص هو بيستخدم العربية، لا اثناء عملية الشراء. قد ايه العميل ده انبسط اثناء استخدامه للسيارة؟ قد ايه العميل ده انبسط اثناء عمل الصيانة للسيارة عند الموزع او عند الوكيل؟ وبالتالي بيبتدي هذا العميل يبتدي يتكلم، يبتدي يكتب، يبتدي يعلق، يبتدي يحط تعليقاته على جوجل ريفيوز او على الفيسبوك او منصات التواصل الاجتماعي، قد ايه هو سعيد او هي سعيده بقرار شراء لهذه العربيه. ده في حد ذاته بيولد نوع من انواع الولاء، او يعني ده بيثبت مدى الولاء بتاع هذا العميل اللي بدوره بيبتدي يكون متحدث جيد ومتحدث الحقيقة، يعني مروج للمنتج بتاعي أو خدمتي، هذه الخدمة أو المنتج لو احنا في حالة المثال بتاعنا مثلا للسيارة تويوتا موديل كذا. فدي المراحل الخمسة اللي احنا بنمر بيها في عملية قرار الشراء. عشان كده من المهم ان احنا واحنا بنخاطب العملاء بتوعنا، العملاء بتوعنا اللي هم لسه محتملين، ها لسه ما اشتروش، من منطقه الاويرنس، ببتدي اخاطبهم كل برسالته، برساله موجهه له على منصه التواصل الاجتماعي اللي هي بتخاطب هذا البروفايل او هذا الشخص. طب يبقى هنا معنى كلامي ايه؟ يبقى معنى كلامي انا محتاج اعرف مين هم الاشخاص المهتمين او مين هم العملاء المهتمين او اللي يكونوا محتملين للمنتج او الخدمه بتاعتي. يبقى انا لازم اول خطوه في التسويق بشكل عام، مش بتكلم هنا بس على التسويق الالكتروني، مين هو مستهلكي؟ مين هو مستهلكي المحتمل؟ طيب هل هو بس مين مستهلكي المحتمل؟ لا. هنا عندي سؤال لحضراتكم بقى، مين هو المستهلك اللي هو اللي هيسوق العربية ويركب العربية كل يوم؟ ده أول سؤال. بس مش شرط المستهلك ده هو اللي يدفع الفلوس، اللي هيدفع ثمن العربية. طيب ممكن في كمان ما يسمى بالمؤثر على صاحب قرار الشراء والمؤثر على اللي هيسوق العربية شخصيا. يبقى أنا عندي كده هنا ثلاثة ممكن أتكلم عنها لما نيجي نتكلم على المثال اللي احنا اتكلمنا عليه بتاع السيارة. في اللي محتاج السيارة واللي هيسوقها، في اللي هيدفع ثمن السيارة، وفي اللي هيأثر على الاتنين برأيه أو بتوجيهاته أو بفكره. ممكن تردوا عليا كده في الشات بوكس تقولوا لي في 3 كلمات، الكلمة الأولى مين هو اللي ممكن، مثال يعني للسيارة، مين هو ممكن اللي يكون بيشتري بيستخدم العربية؟
مين هو اللي هيكون بيدفع ثمن العربية، ومين ممكن يكون من ضمن المؤثرين على هؤلاء، سواء اللي بيشتري سواء اللي هيستخدم. تقدروا تقولوا لي كده في الشات بوكس صندوق الدردشة، أسهل لكم. مثلا لو حضرتك متزوجة وعندك أولاد، حضرتك اللي شغلك اتنقل خارج عمان فمحتاجة تشتري العربية، محتاجة عربية، قررتي إن أنت محتاجة عربية، أنت اللي هتستخدمي العربية. ابتدينا نشوف كلام مهم أهو. يبقى عندنا هنا من ميسة بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا في عندي الابن والأب والأم. برافو. يعني لو الأم هي مثلا اللي محتاجة العربية في حياتها اليومية، ممكن جدا الأب هو اللي يدفع، طبعا كلنا نفسنا الأب هو اللي يدفع ثمن العربية. وعندي الابن اللي هيأثر على الكل. يعني ايه؟ الابن هيبتدي يقول ايه؟ انا شفت مش عارف مين من اصحابي مامته راكبه عربيه جميله جدا كذا كذا كذا. ده انا وانا بقرا على طبعا تينز بقى هنا اللي هو فوق ال 12 13 14 سنه. العربيه دي امكانياتها جامده جدا، دي العربيه دي ميزاتها حلوه قوي، ده بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا. لا العربيه دي احسن من دي عشان كذا. طبعا زي ما حضراتكم عارفين التينز بيبقوا شطار قوي فاهمين في العربيات. طبعا انا بتكلم هنا على مثال محدد يعني. فده ممكن ياثر جدا على احتياج الام، وبالتالي هي او هو كمان ممكن ياثروا على اللي هيدفع الفلوس، على المشتري الحقيقي اللي هيروح ينفذ عمليه البيع. فهنا عندنا تعليقات جميله بيقول صاحب الشركه اللي هيدفع، الموظف اللي هيستخدم السياره. ماشي، ده مثال تاني، احنا عمالين بندي في امثله كتير. البادجت حسب امكانياتي، تمام. الورد اوف ماوس، حلو. كل دي حاجات بتاثر طبعا او بنسميها تاثير. هنا انا كان تحديدا بتكلم على اشخاص محددين مش اعتبارين. بمعنى في عندي، لو رجعنا بقى خلينا ناخد مثال عربيه ده ونكمل بيه علشان ايه نقدر نرمز بيه طول ما احنا ماشيين. يعني على مثال العربيه، عندي ثلاثه النهارده محتاج اوصل لهم رسائل. الام اللي هتستخدم العربيه، اللي هيدفع ثمن العربيه اذا كان ام او اب، يعني اذا كان رجل او امراه، وعندي التينز اللي هيساعد في هذا القرار او يؤثر على متخذ القرار. انا عندي ثلاثه، ممكن اقول لهم ثلاث رسائل مختلفه بس كده؟ لا. وعلى عدد من المنصات المختلفه، يعني المنصات اللي بيستخدمها التينز مش بالضروره هو اللي بيستخدمها الاب، مش بالضروره هو اللي بتستخدمها الام. بكده اصبح عندي منصات مختلفه برسائل مختلفه بس كده؟ لا. وفي مراحل واوقات مختلفه من ايه؟ من ايه يا جماعه؟ من خمس خطوات بتاعت اتخاذ القرار والتنفيذ بتاع الشركه. شفتوا بقى العمليه بتمشي ازاي؟ يبقى انا بدايه لازم اكون عارف مين هو مستهلكي، علشان ده اللي هيبني وعاداته واحتياجاته وعمره وهواياته. اكبر، كل ما هعرف اكتر عن مستهلك، وزي المسوقين الشطار عارفين اهم حاجه انا ممكن اكون بعملها في عمليه تسويقي مدى معرفتي بالمستهلك بتاعي. باختصار، السوشيال ميديا ما هي الا عبارة عن سواء مواقع إلكترونية أو منصات إلكترونية موجودة بتساعدني إن أنا أخلق نوع من أنواع المحتوى اللي يساعدني إن أنا أوصل رسالة للناس، سواء عن طريق الويب سايت بتاعي أو منصات التواصل الاجتماعي. طبعا الويب سايت ده المحور الأساسي. مع المنصات بقى التواصل زي تويتر وإنستغرام وسناب شات، دول عادة بيستخدموا في التعبير، تعبير عن رأي، تعبير عن فكرة. الشارينج او التواصل من خلال يوتيوب، فيسبوك، فيميو، برينترست، دي كلها امثله طبعا لعمليه الشارينج. شارينج خبره، شارينج تجربه، شارينج فكره، شارينج طريقه عمل كذا، طريقه سواقه التويوتا، طريقه عمل الكنافه اللي اتكلمنا عنها من شويه، كل دي شارينج. نتوركينج، ودي عمليات التواصل من خلال لينكدين، التواصل المحترف، فيسبوك، التواصل اليومي، واتساب. عندنا منصات كثيرة
بتستخدم في أهداف كثيرة، في الآخر لازم توصلني لفين؟ للموقع الإلكتروني بتاعي اللي فيه بقى التفاصيل الكثيرة، وفي بيتم عملية الشراء. هنا هسبق كده وبسرعة وأقول لكم على، يعني هتلاقوني بركز كده على نقاط مهمة جدا. النقطة المهمة اللي اتكلمنا عليها من شوية وهي إيه؟ هي اعرف عميلك جيدا. النقطة برضو التانية المهمة اللي اتكلمنا فيها اللي هي 5 خطوات الشراء. دلوقتي احنا هنتكلم على نقطة تالتة مهمة جدا، ركزوا لي فيها. الهدف بتاع التواصل، منصات التواصل الاجتماعي، ليس لإتمام عملية البيع، خدوا بالكم. يعني ده بيقول إيه؟ ما استخدمش منصات التواصل الاجتماعي في الهارد سيل، في عملية تنفيذ البيع، لا، استخدمها في إيصال رسائل وصل المستهلك المستهدف بتاعي إنه يفكر إنه يشتري المنتج بتاعي، وبالتالي يوصل كل الاستخدامات المختلفة توصله في الآخر على الويب سايت عشان يتمم عملية البيع. طيب يبقى استخدم أنهي؟ سؤال بقى اللي جه دلوقتي، أنا عرفت ليه أنا محتاج أستخدم منصات التواصل الاجتماعي آسف عشان أكبر أكبر أوصل أكبر قدر من العملاء، وفهمنا أوصل لهم إزاي، بمعرفة إزاي، بمراحل شكلها إيه. دلوقتي هنشوف بقى، طب إيه أفضل منصات التواصل الاجتماعي اللي أنا محتاج أستخدمها؟ يبقى نرجع للسؤال الكبير، مين هو مستهلكي او المستهلك المستهدف بتاعي؟ انهي بلاتفورمز او انهي منصات اكثر شهرة عندي في بلدي؟ بقى هنا يعني كان من ضمن التعليقات من حضراتكم لما سألنا السؤال ايه اهم تواصلكم، كان في احدى الزميلات بتقول انا عايز اعرف استخدم بقى ايه عندي هنا في الاردن، ايه المرحلة من الـ5 مراحل اللي انا محتاج اخاطبها، وفي الاخر ليه العملاء دول او ليه العملاء المستهدفين دول ممكن يكونوا بيستخدموا هذه المنصه. هرد على كل سؤال من دول بالتفصيل، طبعا احنا عمالين بنرد طول ما احنا ماشيين على فكره، بس دلوقتي بنحاول نربط بقى الامور ببعضها. محتاج اعرف ايه هي التارجت اودينس على كل منصه تواصل اجتماعي، يعني مين الاودينس او المستهلكين المحتملين اللي انا ممكن اوصل لهم من خلال كل منصه تواصل اجتماعي. عندي هنا المنصات الاكثر شهره، طبعا في منصات اخرى، عندي تويتر، فيسبوك، يوتيوب وهكذا، في طبعا سناب شات بالاضافه لدول اللي مش موجود معانا هنا. هنا عدد المستخدمين على مستوى العالم سنه 2020، فيسبوك وصل 2.5 مليار مستهلك. خدوا بالكم يا جماعه، احنا في ما يقرب من 1.7 مليار ويب سايت على العالم دلوقتي. خدوا بالكم، يعني انا محتاج استخدم منصات التواصل الاجتماعي عشان توصل اكبر قدر من المستهلكين المحتملين للويب سايت بتاعي، لان انا عندي متاح 1.7 مليار لكل مستهلكين العالم. طيب هنا نرجع تاني، نسبة السيدات للرجال 39% على سبيل المثال لتويتر سيدات، 61% رجال. طبعا هنا لو لاحظنا هنلاقي انستجرام مثلا السيدات في نسبتهم ب 51% يزيدوا عن الرجال، برينتر 60% يزيدوا عن الرجال، سناب شات عاده برضو معظم مستخدمين سيدات. هنا بنيجي على الجيل الاكثر استخداما لكل منصه من دول. طبعا عندي عدد من الاجيال المسوقين، طبعا عارفين الكلام ده، عندي جيل الميلينيالز وده اللي بنسميه عمره من 26 ل 40 سنه، عندي جيل اللي بنسميه جينيريشن اكس اللي هو 41 ل 55 سنه، عندي جينيريشن زد ودي اصغر واحدث انواع الجينيريشنز او الاجيال 5 ل 25 سنه، وعندي الاكبر سنا اللي هم بنسميهم البيبي بومرز اللي هم عمرهم 56 ل 76 سنه، دول اللي هم ما بعد الحرب العالميه، اللي اتولدوا ما بعد على طول الحرب العالميه الثانيه. طيب ده ثالث نوع من انواع المعلومات اللي انا محتاج اربطها بمنصات التواصل الاجتماعي. عندي كمان معلومه تانية مهمه قوي، استخدم هذه المنصات اخاطب بيها مين؟ هل اخاطب بيها بزنس تاني، يعني بي تو بي، بزنس تو بزنس، ولا بزنس تو كونسيومر، بزنس تو مستهلك؟ فهنا دي نقطه مهمه، مش كل المنصات بتساعد على كل حاجه، يعني تويتر مثلا بيخاطب الاثنين بي تو بي وبي تو سي،
يعني تاجر لتاجر، مقصود بي تو بي يعني تاجر لتاجر، او موزع لموزع، او يعني مثلا انا وكيل تويوتا، نرجع للمثال، انا وكيل تويوتا في مصر، في الاردن انا اسف، وعايز اوزع عربياتي عند موزعين مختلفين، فانا محتاج مثلا يبقى عندي وسيله اخاطب بيها انا كوكيل الموزعين الاخرين. مش بتكلم هنا على مستهلك، بتكلم على بي تو بي مش بي تو سي. تويتر بيساعد على بي تو بي، فيسبوك بي تو سي، يوتيوب كذلك بي تو سي، لينكدين طبعا اكثر احترافا، كلنا يمكن عارفين دي خاطب بي تو بي. نطلع من الخريطه اللي احنا شفناها دي، ايه مهم جدا ابقى عارف المنصات الاكثر شهره، مهم جدا ابقى عارف بعد ما انا عرفت عميلي لو انا عايز اخاطب سيدات اوصل لهم فين اكتر، على انهي منصات هم بيحبوها او بيستخدموها، لو انا عايز اخاطب اجيال مختلفه، وطبعا لازم ابقى محدد جدا في اللي بنسميه كونسيومر سيجمنتيشن، اللي هو التقسيم بتاع العملاء بتوعي عمرا يعني سنا، جندر، ست ولا راجل، في بقى بعد كده العادات والاختيارات وطريقه اخذ القرارات، معلومات كتيره قوي المسوقين عارفينها ولازم نبقى احنا عارفينها واحنا بنبتدي نشتغل على عملية التسويق بشكل عام والتسويق الإلكتروني بشكل خاص، الأجيال المختلفة وتفضيلها للمنصات المختلفة، وأخيرا أروح لمين إذا كان بزنس تو بزنس ولا بزنس تو كونسيومر أو مستهلك. مهم هنا بس إن أنا ألفت نظركم لحاجتين مهمين. الحاجة الأولانية إنه المعلومات دي قد تتغير من بلد لبلد، دي أول جزء، من ثقافة لثقافة، دي تاني جزء. خدوا بالكم من النقطة دي، يعني مثلا على سبيل المثال انستغرام بشكل عام على المستوى العالمي السيدات بيميلوا له أكتر من الرجال. المفاجأة إن أنتوا هتلاقوا في الأردن العكس. طبعا النسب الفرق مش كبير بس هتلاقوا في الأردن العكس. طيب تعالوا نشوف بقى النقطة الثانية، وهي استخدام المنصات التواصل الاجتماعي عادة بتستخدم في ايه؟ لو رجعنا بقى للمثال بتاع الشهير بتاعنا، الحلوى الجميلة المعروفة بيها الأردن، وهي الأنواع المختلفة الجميلة بتاعت الكنافة، فهنا هنتكلم مثلا لو بستخدم فيسبوك أنا بعبر وبعلق، وممكن أحط لنفسي صور وأنا جوه المكان عندك أو عندك، وأنا بتكلم وأنا باكل كنافة بشكل حلو قوي وأنا عاملة كنافة. دايما بيستخدم مكان للتعبير عن الحب وعن التعليق على الحاجات الحلوة أو التعليق السلبي، برضو بيعلق على فيسبوك. برينترست طبعا من ضمن المنصات اللي هي بتستخدم أكتر الصور، يعني فهنا ممكن أحط مثلا طريقة عمل الكنافة النوع الفلاني. طبعا احنا عارفين في أنواع كنافة جميلة جدا عندكم في الأردن، زي كنافه بالقشطه، كنافه مش عارف ايه، حاجات جميله جدا، في دي ممكن تبقى صور. انستغرام برضو يعني معروف بالصور، بس صور بقى ايه؟ صور يعني للتاريخ، زي مثلا انا النهارده لو عندي محل بيعمل كنافه من سنه 1920، ممكن احط صوره بقى قديمه كده للشكل، المحل سنه 20 كان شكله ايه؟ ممكن احط صوره لاحد المشاهير اللي موجود عندي بياكل كنافه، محمد صلاح لاعب الكره الشهير مثلا قاعد عندي بياكل كنافه، ممكن انا بحب محمد صلاح عشان كده خدت المثال ده، لاي حد من المشاهير المعروفين اللي احنا كلنا بنحبهم ممكن يتحط له صوره وهو بياكل كنافه عندي مثلا. تويتر زي ما حضراتكم عارفين قلنا ده بيدي اخبار سريعه بالهاشتاج، ممكن اقول طب انا دلوقتي باكل كنافه بهاشتاج كنافه وحاطط صوره عليها. طبعا هنا بقى ببتدي استخدم الحاجات دي وعن كروس لينك ما بين الويب سايت المنصات المختلفه وبعض. لينكدين بيتكلم دايما بشكل اكثر حرفيه، فهنا هتكلم على حرفيتي انا كمحل اكس، مش عايزين نعمل دعايه لمحلات معينه، قد ايه انا عندي حرفيه في عمل الانواع المختلفه للكنافه. يوتيوب هنا بقى بتاع الفيديوهات، وزي ما حضراتكم عارفين كلنا بنحب نشوف فيديوهات، بس فيديوهات سريعة، يعني هنتكلم كمان شوية لما هنتكلم على المحتوى
اي حاجه من الحاجات دي على اي منصه، المنصات دي المختصر المفيد السريع الذي يجذب الانظار هو افضل حاجه انا ممكن احطها على هذه المنصات. هنتكلم بالتفصيل اكتر في وقتها. فانا عندي هنا يوتيوب ممكن احط فيديو يعرض الجزئيه دي، حته الموضوع ازاي ممكن تعمل كنافه بالقشطه مثلا. واتساب يلا نروح ناكل كنافه. واتساب زي ما حضراتكم عارفين بيبقى هو من ضمن منصات التواصل السريعه قوي بين الناس وبعض. طيب ما نربط بقى المنصات بكل خطوه من خطوات ايه؟ التواصل الاجتماعي. اسف، من كل خطوه من خطوات البيع اللي هي قمع المبيعات او الهرم المطلوب المبيعات. فعمليه التوعيه او المعرفه اللي انا بحتاج ان انا اعرف المنتج بتاعي او البراند اللي انا اسف مش المنتج، العلامه التجاريه بتاعتي البراند بتاعي. فيسبوك وانستجرام هنا بيلعبوا دور مهم جدا. يعني وانا عندي مشكله نقل عملي خارج الاردن، خارج عمان اسف، هنا براند تويوتا او براندي انا كموزع تويوتا مهم انه يبتدي يتعرف. هنا ابتدي اوصل للعملاء بتوعي انهم يبتدوا يركزوا ويبتدوا يبصوا ويبتدوا يتكلموا عن العلامه التجاريه او عن اسمي انا كموزع. هنا برينترس ويوتيوب يلعبوا دور مهم. طبعا مش معنى كده هنكتفي بدول، لا، دول عاده، انما ممكن جدا استخدم حاجه تانية من منصه تانية من منصات التواصل. فعمليه اتخاذ القرار هنا بحاول بقى اللي هو بيبص فيها، خدوا بالكم المستهلك او متلقي الخدمه بيبص على ايه؟ على ريفيوز، بيبص على تعليقات الناس. فهنا جوجل ريفيوز وتريب ادفايزر بيلعب دور مهم. يعني مثلا بما اننا جبنا سير تريب ادفايزر، خليني اديكم مثال انا شخصيا مريت بيه لما جيت زرت عمان. اول حاجه انا كنت قاعد في عمان فتره قصيره في عمل وما عنديش وقت كتير ان انا يعني عندي مثلا اول يوم وصلت فيه لسه هبتدي شغل تاني يوم، فانا هنا ممكن ازور بعض الاماكن الجميله الشهيره اللي موجوده في الاردن بشكل عام، طبعا على راسهم بترا الاكثر شهره. فهنا انا طب اعمل ايه؟ طب اروح لمين؟ طب ازاي اقدر؟ هل ينفع ان انا اعمل الكلام ده كله في يوم واحد؟ طب ده ايه؟ ده الاويرنس بقى هنا، ودي المشكله اللي انا ابتديت افكر فيها. يبقى هنا انا كشركه بقى بقدم خدمه، ان انا ممكن اقدم خدمه بقى بتارجت بيها مين؟ رجال الاعمال اللي جايين فتره قصيره جدا، وممكن ازورهم حاجات كتيره في الاردن. هنا انا كشركه ممكن ابتدي اعمل اويرنس باسم شركتي وبكلمه لذيذه قوي، مثلا انا بسهل لك قرارك في يومك، ازاي تقدر تزور، ازاي تقدر تعرف قلب الاردن مثلا، وابتدي استخدم المنصات المختلفه. ابتديت اهتم، فابتديت ان انا دلوقتي ممكن جدا ابتدي ابص على هذه الشركه، شركه حضرتك اللي هي حاطه صور لناس قد ايه سعيده باستخدام هذه الشركه، بانها بتزور مثلا المواقع الشهيره زي صور موجوده على برينترست على يوتيوب، هاشتاج باسم شركه حضرتك وحطت صورتي على تويتر. طب اقوم اعمل ايه بقى؟ طب انا لو عملت كده انت لازم تكافئني بقى، انت كشركه تقول لي لو انت بقى عملت كذا وانا بقى بوصلك. هتخلي بقى اللي بيوصلني اذا كان في تور جايد او حد مجرد سائق بيوصلني هيقول لي ايه؟ هيقول لي لو حضرتك بقى حطيت هاشتاج بكذا هنديك كوبون او يعني عرض خاص بالليل بقى، ممكن تتعشى في المطعم الفلاني واحنا هنوصلك له. شفتوا بقى القصه ايه؟ فهنا بضمن بقى ولاء من ناحيه، وبضمن انه لما بيجي وانا باخد قراري ريفيوز زي دي، دخلت على تريب ادفايزر شفت الاستاذ او الاستاذه اللي راحوا زاروا واستخدموا الشركه بتاعت حضرتك دي كاتبه ريفيوز حلوه على تريب ادفايزر او على جوجل ريفيوز، هيساعدني انا اشرف اللي رايح بزور الاردن لفتره قصيره ولا لا. وانس شفت الكلام ده بختار الشركه دي، بخش على الويب سايت بتاع الشركه بتاعت حضرتك، بدوس على زرار
الشراء او قرار استخدام خدمتك. وهنا بكمل بقى بجزئيه اللويالتي وازاي انمي الولاء. طبعا هنا عندي فيسبوك وتريب ادفايزر من ناحيه، وعندي واتساب وتويتر فيما يخص اللويالتي. هنا مثلا تويتر زي ما قلت لكم من شويه هاشتاج، وانا بقى اشرف في بيترا مثلا، وبقول كاتب كده كلمه كذا، او التويتر يعني هاشتاج شركه حسن وشركاء للسياح مثلا، وحطت صورتي وانا سعيد قوي في بيترا. هنا في المقابل هقوم حاطط، هتقول لي ايه؟ طب بقى اعمل كروس لينك، او اعمل لينك للفيسبوك بيج بتاعتك او الفيسبوك بروفايل بتاعك، وحاطط صورة هناك وانت مثلا على جبل نيبو مثلا، فحط لي صورة هناك وانت سعيد، ولينك مع الهاشتاج اللي انت عملتها على تويتر، ونبتدي نعمل كروس لينكس ما بين المنصات التواصل الاجتماعي المختلفة. بالمختصر اتكلمنا عليه في السلايد المهمة دي، اتكلمنا على ان انا عرفت شريحة مع مستهلكين. انا هاخد المثال بتاع الزيارة السياحية اللي هو زائر من رجال الاعمال او سيدات الاعمال في يوم سريع، فانا عرفت احتياجاته، فعرفت العميل بتاعي، عرفت مراحل الشراء اللي بيمر بيها، خاطبته برسائل مختلفة اللي هيبص عليها من خلال منصات تواصل اجتماعي مختلفة عشان يمر في ال5 مراحل بتاعة قرار استخدام الخدمة أو شراء المنتج. شفتوا بقى العلاقات يا جماعة موجودة إزاي؟ القصة مش قصة يلا أنا عندي فكرة يلا أحطها على الفيسبوك، بكرة يلا أحطها كذا. كل الكلام ده مضيعة للميزانية بتاعة التسويق الإلكتروني بتاعي، وبالتالي ما بشوفش بيها نتائج، وفي النهاية ما بيتنفسش عملية بيع، وده الهدف اللي احنا كلنا بندور عليه من أي عملية تسويق. التسويق الإلكتروني عندي شكله إيه؟ التواصل الاجتماعي الشهير عندي في الأردن، ما لازم أبقى عارف برضو بقى عندي دلوقتي الأردن تحديدا إيه الأكثر شهرة فيها. عندي 5.5 مليون مواطن بيستخدموا فيسبوك، عندي 2.1 مليون مواطن بيستخدموا تويتر، سناب شات على فكرة عندنا رقم كبير الحقيقة كنسبة تعتبر من النسب العالية ما بين الدول العربية، عندي 1.7 مليون مستخدم لسناب شات، لينكدين 770 ألف. طيب تعالوا نشوف بقى كل منصة منهم متقسمة ازاي. من 5.5 مليون مستخدم لفيسبوك، عندي 78% منهم الحقيقة فوق ال 13 سنة. تعالوا نشوف نسبة السيدات للرجال على فيسبوك في الأردن، متقسم ما بين 42% سيدات 58% رجال. النسبة نقدر نقول مش بعيدة قوي يعني متقاربة. بالنسبة لإنستغرام عندي 2.1 مليون مستخدم، 30% منهم فوق 13 سنة، which means إنه عندي نسبة كبيرة من اللي تحت 13 بيستخدموا إنستغرام في الأردن. نسبة المستخدمين السيدات 46% ل 54%، وده طبعا زي ما قلت لكم من شوية مش متماشي قوي مع النسب العالمية. زي ما قلت لكم النسب العالمية لازم أقراها بدقة، ولازم أبقى عارف بحذر يعني عشان أبقى عارف بالنسبة لبلدي وثقافتي وفكري إيه المنصات الأكثر استخداما. سناب شات هنا عندي 63% سيدات، شايفين بقى الفرق هنا السيدات كتار إزاي؟ بالنسبة بالمقارنة ب 36% فقط رجال. لينكدين دايما بيميل للرجال بنسبة 71%، تويتر برضو يميل شوية ناحية الرجال بنسبة 76%. طيب شفنا دلوقتي نسب شكلها ايه لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام وبشكل خاص سيدات ورجال واعمار. فياريت تقولوا لنا دلوقتي في صندوق الدردشة، حضراتكم بتستخدموا انهي السوشيال ميديا او انهي منصه من منصات التواصل الاجتماعي للتسويق لشغلكم او للبزنس بتاعكم؟ يا ريت تردوا عليا في صندوق الدردشه. اسامه بيقول انستغرام اند فيسبوك، برافو فيسبوك اند انستغرام، ماي برافو فيسبوك وانستغرام، بات نوت بيست نوت بيد
دينا بتقول انا لسه بستخدم بوستات بس لسه مش بعمل اعلانات. خدوا بالكم يعني كل ده احنا ممكن بنتكلم على بوستات مجانية انت بتعملها، انت اللي بتخلقها بنفسك. ممكن تعمل اعلانات تظهر كمان على فيسبوك، خدوا بالكم دي نقطة مهمة، ودي اللي بنسميها paid advertising، يعني فيسبوك وانستغرام، انستغرام وفيسبوك بدون اعلانات. we haven't started yet. وضاح نادين بتقول انستغرام عظيم، يعني انتوا اوريدي يعني لحد كبير عرفتوا واوريدي بتستخدموا منصات مختلفة. مهم بس ان احنا نرشد الكلام ده ونبقى عارفين محتاجين نروح على انهي منصة عشان نخاطب انهي فئة من مستهلكينا، ونخاطبهم بانهي رسالة في انهي مرحلة من مراحل الشراء. نيجي هنا بقى، طب انا هبوست ايه او انا هببلش ايه على منصات التواصل الاجتماعي؟ المحتوى، هنا بنتكلم عن المحتوى. طيب خلينا نشوف بس كده، لما اجي اتكلم على المحتوى لازم افكر في ايه. زي ما انتم شايفين كده هنا شخص شعره يا حرام واقف، لان هنا بنسميه البيرنينج هير ايشو، او المشكله الكبيره او الاحتياج الكبير الذي يزعجني او يشغلني او انا مهتم بيه جدا. ودي نقطه مهمه جدا، لانه دي الفكر طول ما انا عارف. طبعا هنا بيرجعنا بقى للنقطه اللي كنا اتكلمنا فيها في البدايه، قلنا ايه؟ اعرف مستهلكك المستهدف جيدا جيدا جيدا. ليه؟ لان كل ما اعرفه كويس، كل ما اعرف احتياجه كويس او اكتر، كل ما هعرف مشكلته اللي بتؤرقه اكتر، وبالتالي اعرف احلها له من خلال خدمتي او منتجي اكتر، وبالتالي هعرف اجذب اهتمامه. لان المحتوى هنا من ضمن مواصفاته الناجحه ان هو يكون متفصل عليا انا كاحتياج، متفصل عليا انا كانه جاذب ليا. لانه زي ما حضراتكم عارفين منصات التواصل الاجتماعي والانترنت بشكل عام الدنيا سريعه عليها جدا. يعني ايه سريعه؟ يعني زي ما حضراتكم عارفين ان احنا الدنيا بتتغير بسرعه قوي. يعني لو كل واحد فتح كده الفيدز بتاعته في الفيسبوك هيلاقيها عماله تتحرك كل ثانيه. انا مش سريع بنفس السرعه في نشر المعلومات او المحتوى لو انا مش بجدد فيه كل شويه. يعني في دراسات كتيره بتقول انه الدراسات دي يمكن يعني مش في منطقتنا العربيه، بس يعني بتدينا مؤشر انه كل واحد من مستخدمين فيسبوك في المتوسط البروفايل بتاعه 25 مره، بيراجع البيج بتاعته 25 مره، اسف البيج بتاعته 25 مره في الاسبوع. خلينا نقول احنا عندنا في المنطقه العربيه يمكن بيبقى اكتر من كده شويه، فمحتاجين نقول دايما براجع، دايما بحدث، دايما بحط معلومات جديده، دايما بحط معلومات جاذبه، وليست زي ما قلت لكم من شويه معلومات بيعيه. يعني ما تحاولش تبيع، بلاش الهارد سيل، بلاش تقول ده المنتج بتاعي سعره كذا. ما احبش ان انا اعمل كده. احيانا في بعض الاعلانات ممكن تعمل كده، بس ده في مرحله ايه بقى؟ خلاص عديت مرحله الوعي الاويرنس، مرحله الاهتمام الانترست، مرحله الديسيجن حتى عدتها يعني او خطبتها من خلال او من خلال حمله ترويجيه. فاجي ممكن في مرحله بقى لاحقه او متاخره اقول والمفاجاه النهارده ان انت ممكن تشتري ضعف الكميه بنفس السعر. ده بقى عشان اخلق نوع من انواع الولاء، نوع من انواع الترويج لعمليه البيع. فدي كل دي معلومات مهمه جدا لازم اكون عارفها مسبقا علشان اقدر اشتغل عليها. طب اعرف احدد بقى المعلومات دي بفئات ازاي؟ هنا فئة الرأس أو الوجه اللي هو بيرد على تساؤلات زي مين، فين، ازاي، امتى، ليه. الأسئلة بقى الشهيرة الكبيرة اللي دايما أنا بحتاج أدورلها على رأي. أول ما شغلي اتنقل خارج عمان، يا نهار أبيض، أروح ازاي، منين، طب أجيب ايه، طب أركب ايه، عندي مشكلة حلوها لي يا جماعة. أقوم جاي بقى لحضرتك وابتدي أساعدك في موضوع الحل. وهنا رمز اليدين، ازاي ادور، ازاي اروح، ازاي اركب نوع المواصلات، جايز اكون نوع المواصلات، جايز اكون اوبر، جايز اكون كريم، اعمل ابتدي اقول لك ازاي تستخدمني، جايز اكون موزع،
اقول لك ازاي توصلي وازاي تتعامل معايا وازاي هخليك تاخد قرارك بسهوله، ما تقلقش هعمل لك بسرعه كده زي كرتون سريع كده بفيديو صغير، اقول لك من ساعه ما انت فكرت يا عربيه لغايه ما اشتريتها وسوقتها وتعملها حتى الصيانه الدنيا سهله ازاي. اجي بعد كده كل ده يبقى مغلف بايه بقى، وانا برد على اي من هذه الاسئله، مغلف بقى بنوع من انواع الدعابه، نوع من انواع التعاطف، نوع من انواع الحب، طبعا كله في مكانه. يعني مثلا وقت الكورونا وقت الكوفيد طول ما احنا كنا تعبانين وقاعدين في البيت في البدايات بقى، ايه ده، طب ايه الماسك الافضل، عمال بقى انا اتساءل ايه الماسكات الافضل ليا علشان تحميني وتحمي عيلتي واحبائي، طب الماسك ده متوفر، الله الله الله، طب هجيبه منين، الله ده انا سمعت انه غالي قوي. اقوم هنا ابتدي اقول لك ايه، طب ما انا هوري لك بقى ممكن تعمل ماسك ازاي، لغايه ما ايه ما اجيبك عندي وتبتدي تاخد تشتري الماسكات بتاعتي. انا مش بعملها بسوء نيه، خدوا بالكم، لازم اكون حقاني، لازم اكون متعاطف، خدوا بالكم، لازم اكون حاسس بالناس، ولازم دايما اكون بظهر في منصات التواصل الاجتماعي ان انا بقدم لك خدمه، انا بساعدك مش ببيع لك. يعني دايما عايزين الغلاف ان انا مش ببيع لك، خدوا بالكم، انا مش الهدف، مش معنى كلامي ان انا بضحك على الناس. يعني من ضمن الدراسات الجيده جدا والمعروفه جدا بتقول ايه؟ خلي 90% من محتواك انا بساعدك وبقدم خدمه وبقدم خدمه للكوميونتي بتاعتي، 10% فقط ايه؟ بيع، 10% فقط ايه؟ بكلمك عن منتجي انا تحديدا واللي انا منتجي تحديدا بس، ال 10% دي هتكون كفاءتها قويه جدا 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 لو انت استخدمت ال 90% صح وكلفت الكلام ده كله بحب حقيقي، تعاطف حقيقي، بروح دعابه حقيقيه، لان مستخدمين المنصات التواصل الاجتماعي غالبا في معظم المنصات ما بتكون زي فيسبوك وانستجرام وبرنترس والكلام ده كله عايزين حاجه خفيفه، حاجه ظريفه، حاجه تساعدهم، حاجه تضحكهم، حاجه تخرجهم من المود، حاجه ترد على تساؤلاتهم، مش بيع بيع بيع. مثال بقى لعملية المحتوى ممكن يكون متكامل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ازاي علشان يوصلنا في الاخر ان انا اقوم داخل على الويب سايت بتاع حضرتك واطلب تنفيذ الخدمة او شراء المنتج. تعال ناخد مثال زي كوكاكولا، وتاني بقول لكم احنا مش بنعمل دعاية لكوكاكولا او حاجة، احنا خدناها كمثال من الامثلة الشهيرة الحقيقة اللي دايما بنرجع له لما نيجي نشرح هذه الجزئية، لأنه الحقيقة استخدمتها كوكاكولا بشكل محترف جدا وكلنا ممكن نكون عارفينه وعارفين هذا المنتج اللي هو كوكاكولا. دايما هنا هتلاقونا بنتكلم على طول الرسالة، يعني هتلاقونا دايما بنتكلم على إن الرسالة يا ريت تقل عن مثلا في حالة الفيديو تقل عن 3 دقايق لو هو على يوتيوب، لو هو فيديو محطوط على فيسبوك يقل عن دقيقة. ليه؟ لانه لو زاد، يعني اي محتوى لو زاد عن المدد او عدد الكلمات اللي احنا هنتكلم عنها ده المستهلك بيفقد اهتمام، لانه بطبيعه الحال زي ما حضراتكم عارفين وزي ما قلنا من شويه الدنيا على الانترنت على المنصات التواصل الاجتماعي سريعه جدا جدا جدا، ده معناه ان السرعه دي تتطلب ان انا اديك رساله سريعه وتديك المحتوى والمعنى بسرعه جدا جدا. تعالوا نشوف مثال، لو جينا اتكلمنا مثلا على الفيديو اللي حطيته كوكاكولا على يوتيوب مثلا، تعالوا نشوفه مع بعض، يمكن الاخت نجود هتساعدنا وتحط لنا اللينك بتاعه في الشات بوكس في حاله انه حضرتك، اشكرك يا اخت نجود، في حاله ان انتم مش قادرين تتابعوه معايا او في تاخير شويه، تعالوا نشوفه مع بعض. Thank you.
وهي يعني حاجتين، لو هل شفتوا عملية بيع؟ شفتوا كوكاكولا بتقول لك انزل اشتري كوكاكولا، او كوكاكولا سعرها كذا او حجمها كذا او خالص؟ رسائل عديدة جدا جدا جدا، كان في اعلان مدته تقل عن دقيقتين، او رسالة اعلانية مدتها تقل عن دقيقتين، في رسائل عن دي الناس سعيدة. رسائل بقى ايه انت بتتلقاها حضرتك غير شعوري، من غير ما اقول لك عشان خاطر يشتري كوكاكولا، لا، رساله وصلت لك قد ايه كوكاكولا دي ليها تاريخ، قد ايه كوكاكولا دي الناس قد ايه بتبقى سعيده وهي بتشربها، نقلت لك روح من ارواح من انواع السعاده. لو تفتكروا من شويه اتكلمنا على تغليف الحب والسعاده والتعاطف، فاكرين؟ ده اللي عملته كوكاكولا. العاطفه يا جماعه النهارده، التاثير العاطفي بالعلامات التجاريه بقى رهيب، بقى كبير جدا، وهو ده اللي بيوجه إلى حد كبير دلوقتي المستهلك في قرار الشراء. اللعبة اتكلمت على العاطفة، اتكلمت على السعادة، اتكلمت مش بس كده، اتكلمت على ازاي نعمل بيزنس بطريقة محترفة ومحترمة، تحترم المجتمعات اللي احنا عايشين فيها، تحترم البيئة وتحافظ عليها. ابتدت تورينا قد ايه كوكاكولا بتساعد المجتمعات، وقد ايه بتساعد الناس، وقد ايه بتفرح الناس، وقد ايه بتحافظ على البيئة بتاعتنا. كل ده من غير كلمة بيع، بس كل ده انا شايف ايه؟ شكل ازازة كوكاكولا، شايف تاريخها، شايف قد ايه بتتطور وبتنمو، شايف حاجات كتيرة جدا، شايف اهم من كل ده وده ان كوكاكولا موجودة في وسطينا مش بتستغلنا، لا، كوكاكولا موجودة في وسطينا انها بتساعد المجتمعات وبتساعد البيزنس. فدي خلاصة خدناها كمثال وليس كدعاية، انه ازاي لما اجي اكون محتوى يبقى 90% منه مش بيعي، بس 10% هم اللي ممكن يكونوا في الاخر بيع. كوكاكولا عملت اعلان، عملت كمان اللينكدين بوست، كان اتكلمت فيه على الموست ادمايرد كومبانيز على مستوى العالم. البوست ده كان مدته طوله ما يزيدش عن 30 كلمه، شايفين؟ علشان الناس تقراه. لما عملت ارتكلز، الارتكلز كان او دايما يفضل ان الارتكلز تقل عن 200 2000 كلمه. طبعا الارتكلز دي ممكن حد يسالني يقول لي طب احنا هنستخدمها فين؟ ممكن تبقى كروس لينكد، يعني ممكن تبقى معمولة لينك، بس تبقى الارتكل ده موجود على الويب سايت بتاعي، اعمل له لينك على تويتر، او اعمل له لينك احطه على فيسبوك، والعكس بقى، يعني ممكن يبقى فيه العلاقه. فيسبوك بيج جه عندي دلوقتي، المفروض يكون لو انا بعمل بوست على فيسبوك ما يزيدش عن 80 حرف، يقل عن 80 حرف. في دراسات كتيره قالت انه لو زاد عن حرف انا ممكن اخسر 66% من اللي هيقروه. طبعا هنا شير هوب دي كانت في مرحله الكورونا، برضو جات كوكاكولا كانت بتقف مع الناس وتقف مع المواطنين بشكل عام على مستوى العالم، وبتقول يلا نشير هوب. هوريكم دلوقتي كده نبذه بسرعه عن الحاجات دي، بس خلينا نشوف برضو تويتر عملت برضو، عملت بوست على تويتر، دايما يهمنا انه يقل عن 100 حرف، اتكلم على حرف هنا مش كلمه، ها. وفيسبوك بوست برضو كان يقل عن 80 حرف، انا اسف لو قلت كلمه. انستغرام افضل حاجه طبعا الصور طبيعه الحال، ولو استخدمنا كلمات ما يزيدش عن 25 كلمه. كل ده محتاج يوصلنا لفين؟ للويب سايت بتاعنا. ده بالفعل اللي عملته كوكاكولا، كانت بتوصل كل حاجة من دول، لو دوست عملت لينك عليها في الآخر هتوصل على كوكاكولا، وده الهدف في الآخر من منصات التواصل الاجتماعي، ليس إتمام عملية بيع، وإنما إنها تربطنا بالويب سايت بتاعنا. هنا خليني أوري ضمن الصور اللي استخدمتها
او يعني من ضمن الرسائل اللي استخدمتها كوكاكولا باشكال مختلفه على فيسبوك، على انستغرام احيانا وهكذا. كوكاكولا برضو اون تويتر كانت موجوده وقت الكورونا زي ما قلت لكم، بنقول وي شير هوب، كانت بتقول لو انت شفت حد بيساعد الناس انه يرجعنا تاني كلنا، الناس كلها اتفرقت، كله قاعد في بيته، فكان يلا ليتس هوب، خلي يبقى عندنا امل ان احنا نجتمع ثانيه. فبعتت هاشتاج ورساله على كوكاكولا على التويتر بتقول لو انت شفت حد بيساعد الناس ان احنا نرجع تاني ونجتمع تاني، يا ريت تصوره وتنشر صورته على تويت، زي ما شفنا بعض الناس اللي بتلعب مزيكا في البلكونه، لو تتذكروا وقتها كانوا بيتصوروا وتعملوا اللي هو حد بيلعب مثلا فايولين، او حد بيلعب كمانجا او مزيكا، او مشغل مزيكا في البلكونه وبيجمع الناس كلها وهكذا. دي كلها افكار جميله جدا بتجمع الناس بمحتوى ليس بيعي، وانما يؤدي نهايه في البيع عبر الويب سايت بتاعك. المحتوى بشكل عام ثبت من كل الدراسات، وخصوصا في مرحلة الكوفيد 19 كانت كل الناس بتفضل، أو غالبية الناس كانت بتفضل إنها تشوف أفلام أو فيديوهات. كان دي النسب ما بين سيدات ورجال، يعني موجود عند حضراتكم لو تحبوا تشوفوها لاحقا. دي هتجيلكم على فكرة، كل البرزنتيشن دي هتجيلكم بعد الندوة. طبعا سيدات هنا كان 47%، 50% بيفضلوا فيديوهات، فيديوهات فاني وكوميدية كان شوية النسبة أكتر في سيدات 34% وهكذا. نيجي بقى للتعليق الأخير، إيه أفضل ممارسات لعملية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ روح مطرح ما الناس موجودة، اللي أنت ذاكرتها وفهمتها، مستهلكك المستهدف، أنت عرفته وفهمته وشفت عاداته وشفت سنه وشفت جنسه وشفت كل حاجة، فأنت هتروح مطرح ما هم موجودين، تراسلهم بالرسالة الجاذبة للانتباه وترد على اهتماماتهم، يعني انت عرفت اهتماماتهم، اديلهم رسالة سريعة تساعدهم في الخطوة اللي وراها انه يوصل للويب سايت بتاعك وينفذ عملية الشراء. دايما خاطب الدماغ بالاسئلة بتاعتها، فين انت، ازاي، كيف، الهاندز ازاي اعمل كده، والهارت من خلال العاطفة زي ما اتكلمنا من شوية. اخيرا وليس اخرا، الحقيقه لسه في نقطتين، دايما خلي البوست بتاعتك قصيره والفيديوهات قصيره وملفته للنظر ومتجدده. واخيرا ربط كل البوستات دي ببعضيها او كل وسائل التواصل، يعني دي لو بوست نقرت هنا مثلا على الاعلان ده يوصلك على تويتايه، على تويتر تكتب فيها حاجه، وفي الاخر توصلك على الويب سايت بتاعي. دايما يعني راعي كل العناصر دي، او راعي انه اللي هيعمل لك الكامبين على الانترنت او على الحملة على منصات التواصل الاجتماعي يراعي كل هذه العناصر. ودايما ابقى عارف وانا بحط الكلام ده كله يبقى مبني على استراتيجية، يعني انا ما ينفعش ان انا بكرة الصبح كده يلا طلعنا من الندوة دي، يلا مين بقى يجي يعمل لنا حملة الدعاية الجديدة بتاعتنا على منصات التواصل الاجتماعي؟ لا، لازم يبقى الاول عارف انا عايز احقق ايه من خلال استراتيجيه واضحه لكل منتج عندي ولكل خدمه عندي ولكل مرحله اخر قرار الشراء، من القمع المقلوب، قمع المبيعات المقلوب اللي فيه 5 مراحل اللي اتكلمنا عليه. ايه لازم يبقى دايما عندي رد البعد ده، بعد تسويقي طبعا لازم اكون فاهمه كويس قوي، وانا بعمل تسويق سواء الكتروني او غير الكتروني لازم ابقى عارف ايه اليونيك سيلينج بروبوزيشن، او ايه النقطه اللي بتميزني عن المنافسين بتوعي او عن بيت الناس. منافسيني بيعملوا ايه؟ طب ما انا ممكن اتعلم ببلاش من خلال اشوف ايه اللي نجح مع منافسيني على منصات التواصل الاجتماعي وايه اللي ما نجحش معاهم، واتعلم واستفيد من هذه الخبره وابقى مختلف. ما قلتش التقليد هنا مرفوض يا جماعه، التقليد بيرخص منظور المستهلك للعلامه التجاريه بتاعت حضرتك. طبعا عرفت مين العميل بتاعي، وده جزء مهم جدا وانا بعمل الاستراتيجيه بتاع التسويق بتاعي، ايه المنصات الاكثر كفاءه لمخاطبه كل العملاء بتوعي او كل شريحه من شرائح العملاء بتوعي،
على أنهي منصة في أنهي مرحلة من 5 مراحل بتوع البيع، وكذلك المحتوى الأكثر كفاءة الأكثر جذبا اللي يخاطب كل شريحة على كل منصة مختلفة في كل مرحلة من مراحل البيع المختلفة. معلش أنا بعيد النقاط المشتركة دي علشان دايما نفتكرها واحنا سواء بنعمل استراتيجية او احنا بنعمل الخطة بتاعتنا. وأخيرا وليس آخرا، أقيس نجاحي إزاي؟ وزي ما قلنا سابقا فيما يسمى جوجل أناليتكس، ده اللي بيوري لي الكفاءة بتاعت الحملة التسويقية بتاعتي. طبعا الخبراء بيساعدوني جدا إن أنا أعمل كده. الخطوة الأولى اللي أنا محتاج أعملها دلوقتي، إيه المنصات الأكثر اللي أنا شايفها أكثر ملائمة ليا؟ أبتدي يبقى عندي أخطط لميزانية واضحة لميزانية التسويق الإلكتروني فيما يخصنا دلوقتي، وهي طبعا بالطبع جزء من ميزانية التسويق بشكل عام. يعني لو حد عنده سؤال مثلا يقول لي طب يعني ميزانية التسويق دي يعني أحسبها إزاي؟ هقول لك بمنتهى البساطة، كل الدراسات والأبحاث قالت إنه من 5 ل 10% من مردود مبيعات ده ممكن تحطه لعملية التسويق. طبعا تتراوح ليه؟ تتراوح من 5 ل 10% طبقا لحجم شركتك، مرحلة نمو شركتك، مرحلة نمو الاسم العلامة التجارية بتاعتك، مرحلة تواجد المنتج بتاعك، هو جديد ولا بقاله شوية ولا في عناصر كتيرة، بس هي عادة في رينج ما بين 5 ل 10%. بتاخد 50% منهم، ده طبعا أفضل ممارسات، مش بقول لك لازم تعمل كده، 50% منهم للتسويق الإلكتروني، لأنه ثبت التسويق الإلكتروني ده أكثر كفاءة لاستخدام ميزانيتك للوصول لأكبر عدد من العملاء بتوعك. وده يتماشى مع المتغيرات الجديدة، مع الواقع الجديد اللي هو ما بعد الكوفيد 19 زي ما قلت لكم من شوية. طبعا الميزانية دي هصرف منها على إيه؟ هصرف منها على لو ما عنديش ويب سايت أعمله، لو عندي ويب سايت إن أنا أعمله مينتنس وصيانة. يمكن حضر مننا من الندوة الماضية اتكلمنا شوية على بعد كده. لو أنا هعمل إعلانات مدفوعة الأجر على فيسبوك أو خلافه، لو أنا محتاج سوفت وير معين لعملية البيع، سوفت وير معين لعملية التوصيل، يمكن اتكلمنا على الكلام ده في الندوة الماضية. لو سوفت وير معين عشان أخلق المحتوى اللي أنا عايز، لو أنا أخلقه في شركتي، يعني مش هخلي حد خارج أو شركة خارج شركة أخرى تعمله لي. لو أنا محتاج أعمل تدريب، لأنه مما لا شك فيه، ودي نقطة مهمة جدا 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 عايز ألفت نظرات حضراتكم، انه مش مجرد ان انا عملت محتوى وعملت له بوست على منصات التواصل الاجتماعي او نشرته على منصات التواصل الاجتماعي يبقى كده انا خلصت. الكلام ده عايز متابعة قريبة جدا 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 من قرب، اقصد جدا جدا جدا، انا عايز شخص شغلته يتابع منصات التواصل الاجتماعي، لانه الفكرة من منصات التواصل الاجتماعي هو نجاحها يبني على ايه؟ يبني ان انت بتخلق علاقة بينك وبين العميل المستهدف او المستهلك المستهدف، وليس بترمي له رسالة وخلاص، مش بقول له تعالى يلا اشتري وروح. لا، ده العميل بيعلق، العميل بيسأل، العميل بيقول تجربته، حضرتك كشركة موجود حد متخصص بيتابع الكلام ده ويرد عليه. حتى افضل الممارسات بتقول لازم الرد يكون في مدة تقل عن 24 ساعة. لازم يبقى عندي تدريب للموظفين بتوعي على التعامل لعدد معين. طبعا مش هضرب كل موظفيني، يعني ده لو شركة لسه صغيرة زي ما حضراتكم كنتوا بتقول، انا لسه يا دوبك عامل شركتي. ممكن لو انا شركتي مثلا، لو شركة حضرتك لسه انت فيها لوحدك او حضرتك فيها لوحدك، ممكن تبتدي تعمليه، ممكن تجيبوا حد من الناس الصغيرة اللي هم في السنوات الأخيرة من الجامعة يساعدكم ان انتوا تعملوا الكلام ده، لو ما عنديش لسه الميزانية تكفي او الشركة تواجدت بالشكل الكافي ان انا اجيب حد محترف يعملها لي. دي الإدارة اللي كنا بنتكلم عليها، وطبعا ممكن احتاج ادفع ان انا اجيب حد يديني هذه الخطة. ده توظيف ميزانيتي دلوقتي على المستوى القريب بسرعة. يلا بقى ابتدي، آن الأوان يا جماعة، اللي ما عملش هو متأخر قوي، خدوا بالكم. ابتدي بسرعة ان انت يبقى عندك صفحة على الفيسبوك، قل القليل يبقى عندك صفحة على الفيسبوك، ستور على الفيسبوك، ويب سايت يكون موجود
حتى لو بسيط، بس ابتدي اخلق ويب سايت، اخلق محتوى يتحط على الكلام ده على المنصات دول دي او على الويب سايت بتاعك. منين؟ زي ما قلت لكم، يا اما استشاريين موجودين اوريدي في السوق، او زي ما قلت لكم شباب في نهايات دراسية، نهاية السنوات الدراسية، يقدر يساعدك بشكل محترف، بس بشكل كمان غير مكلف قوي بالمقارنة بالاستشاري. على المستوى الطويل ان شاء الله هتبتدي بقى تخلق السياسة استراتيجية. زي ما قلنا من شوية بقى، لازم يبقى عندي استراتيجية لعملية التسويق الإلكتروني، وابتدي انفذها يا اما من خلال الشباب الصغار اللي انا كان اتخرج دلوقتي بقى في، ابتدي اعينه عندي، او اروح لناس متخصصة، شركات متخصصة تساعدني في هذه المأمورية. وهنا هسألكم بقى السؤال الكبير مع نهاية ندوتنا، ايه حاجة حضرتك او حضرتك بناء على هذه الندوة قررته من خلال الندوة دي، انا من بكرة هبتدي اخدها في الاعتبار او هبتدي انفذها؟ يا ريت تردوا عليا في صندوق الدردشة شات بوكس. ايه استفادة أساسية استفدتها من خلال هذه، وناوي ابتدي اطبقها؟ أسامة بيقول structure my social media strategy. برافو، ان انا ابتدي اخطط استراتيجية واضحة لعملية التسويق الإلكتروني، وليس تبقى كده اجتهادية وعشوائية. دينا بتقول ابتدي اركز على موضوع الفانل او قمع المبيعات، 5 مراحل بتوع البيع، وابتدي بناء عليها حسب ما انا فاهم كده من دينا انها تخطط لها عملية التسويق عبر المنصات التواصل الاجتماعي ازاي. ميسا بتقول ازاي اقدر ابتدي استخدم عملية الاعلانات المدفوعة بتاعتي. طبعا هنا بقى دي ممكن تكون مرتبطة بالادوردز اللي اتكلمنا عليها من شوية، بحيث انها تظهر اعلاناتك بشكل واضح للباحثين. رانيا بتقول نقطة مهمة جدا جدا جدا، بشكرك يا رانيا عليها، معرفة الفئة المستهدفة لكل منصة والهدف منها. برافو عليك، دي النقطة بقى هنبتدي نبص بالموضوع بحرفية، لأنه أي أساس أي تسويق معرفة مين مستهلكي بشكل كويس جدا. ريناد هنا رأيه أو جاذبة لناس اكتر يشتروا منتجاتنا وخدماتنا اكتر، ازاي اقدر اقارن وافاضل بين المنصات المختلفة، وازاي اقدر اوصف المحتوى اللي انا محتاج استخدمه، وازاي اقدر احدد او اعدد افضل ممارسات لعملية التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي. والخطوة اللي جاية لازم احدد استراتيجيه باهداف واضحه تخاطب الشرائح المختلفه من مستهدفيني، زي ما كانت رانيا بتقول من شويه. معلش انا شايف مي برضو بترد علينا دلوقتي تقول التركيز اكتر على تقديم حلول بدل تقديم منتج بشكل جامد. الله، كلام حلو جدا، برافو يا مي. وده يخلينا نقدر نحدد ايه اكثر المنصات ملائمه للرسائل بتاعتي ومنتجي والشرائح المستهدفين بتوعي، اخلق صفحات على هذه المنصات، اكون محتوى يخلق الرد او محتوى يتناسب مع ال5 مراحل بتوع السيلز فانل او هرم المبيعات المقلوب او ال5 مراحل بتوع البيع،
كل دي خطوات بدعوكم كلكم تبتدوا فيها في أسرع ما يمكن، فلازم نهتم قوي بالقصة دي. دي بعض الريسورسز أو بعض الأماكن اللي ممكن تلجأوا لها على الويب سايتس المختلفة تستفيدوا منها. وأخيرا هسيب الكلمة للأخت كريس تكلمنا شوية عن منتجات بنك الاتحاد للشركات الصغيرة والمتوسطة. بعتذر إذا كنت خدت شوية وقت زيادة. مع نهاية كلمة جريس الحقيقة هنكون بنتلقى أسئلتكم سواء فيما يخص خدمات بنك الاتحاد أو فيما يخص موضوع الندوة بتاعتك. إليك يا أخت جريس. Thank you, Ashraf. It was an amazing session, صراحة. It was very, very beneficial. كثير انبسطت إنه ال participants كلهم كان عندهم أسئلة وكانوا عم بيشاركوا. بحب أسيب المجال لزميلتي جود تحكي أكثر عن ال products اللي بالبنك. بعدين بدنا نسألكم كم من سؤال to take your evaluation of session overall. بعدين منسيب المجال للكل إذا بحب يسأل مستر أشرف أي سؤال. تفضلي جود. Thank you كتير جريس. أنا I enjoyed this session myself حتى كمان. أهلا وسهلا فيكم. أنا جود من بنك الاتحاد، مسؤولة عن تطوير المنتجات للشركات الصغيرة المتوسطة. هلا راح نبلش نحكي عن الكريدت كارد. كلنا عارفين ايش هي الكريدت كارد، بس بدل ما تكون باسمك الشخصي بتكون باسم الشركه. تقدر تشتري فيها اونلاين، تدفع للاد تبعون فيسبوك، انستغرام، كله. وبمجرد انك حامل هاي البطاقه تقدر تستفيد برضه من التقسيط في عده اماكن نحن متعاقدين معهم. راح احكي هلا عن قرض الشركات الناشئه اللي هو الستارت اب لون. Can we go to the next slide? قرض الشركات الناشئه اللي هو خصوصا للشركات الستارت اب اللي بيكون عمرها up to 5 سنين، والتمويل بوصل لغايه 250 الف دينار اردني. السداد بيكون على 60 شهر، وممكن فترة السماح توصل ل 12 شهر حسب البزنس، حسب الاحتياجات، حسب كيف الكاش فلو تبع البزنس راح يكون. نسبة التمويل بتكون 80% either من الفواتير أو من المشروع ككل. هلا راح أحكي عن البرودكت الثالث اللي هو جانب الدرس اللي هو متعلق بمبيعات مابس ونتورك. يعني إذا عندكم مبيعات مابس نتورك لكم سنتين تشتغلوا مع مابس نتورك، تقدروا تاخذوا 50% من هاي المبيعات. يعني بنطلع على مبيعاتكم السنة الماضية اللي كانت، بنعطيكم أب 50% من هاي المبيعات سقف جاري مدينة. راح أحكي هلأ عن سلف البنك المركزي. سلف البنك المركزي اللي هو بيمول قطاعات معينة منها السياحة، الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة، النقل، التعليم والتدريب المهني والصحة. التمويل بيوصل لغاية 5 مليون. الفوائد بتكون أقل للي خارج عمان، ويعني بيختلفوا شوي بنسبة كتير صغيرة عن بعض اللي داخل عمان وخارج عمان. السداد بيوصل لغاية 10 سنين، برضه فترة السماح بتكون 12 شهر حسب البزنس، حسب الكاش فلو، حسب طبيعة المشروع. هذا بالنسبة للفاينانشال سيرفيسز اللي بيقدمها بنك الاتحاد. هلا راح احكي عن النون فاينانشال سيرفيسز. لما بمجرد ما تيجي تفتح حساب ببنك الاتحاد دغري منعين ار ام، هذا الار ام بيمسك الاكونت اون ا ديلي بيسز. عندك حدا بالبنك تقدر تتصل عليه، تقدر تحكي معاه، واكيد عندنا مركز الاتصال عبر الهاتف. مركز الاتصال برضه بخدمك بكل شيء بس على التليفون. برضه they run your account اذا كان daily account daily transaction بدون قروض بدون جاري مدين. حابب احكي كمان عن الخدمات اللي نحن بنقدمها اللي هي جائزة الشركات الصغيرة المتوسطة اللي قدمناها خلال 6 سنين الماضية. also عندنا اللي هو اتحاد فنتشرز، هو مستثمر في الشركات، خصصنا 5 مليون دولار لهاي الاستثمارات. استثمرنا so far بـ5 شركات and we look to نستثمر بأكثر من هيك.
عندنا كمان شراكة شركات لدعم عملائنا، وأجدد شراكة اللي هي كانت مع شركة زين وغيرها طبعا من الشركات. وأكيد عندنا برامج إقراضية كثير أكثر من هيك اللي مخصصة لدعم احتياجات كل الشركات. وعادي نحن بنصمم برودكت جديد بس عشان يخدم شركة معينة حسب الخدمة اللي بدها. وهلأ راح نحط لكم رقم اللي هو بتقدروا تحكوا معاه، هو الكول سنتر تبعنا تبع شركات صغيرة ومتوسطة. تطلبوا فرع 2 اللي هو دغري بيحولكم على حدا من الكاستمر سيرفيس تاعون الشركات. ثانك يو كثير. Thank you, Jude. إذا حد عنده أي أسئلة please feel free تحكوا مع الكول سنتر. بدنا بس ناخد دقيقتين من وقتكم نسألكم أكم من سؤال. فنجود if the polls are ready we can start. أوكي، أول سؤال بنحب نعرف تقييمكم عن الندوة، إذا كانت مفيدة جدا مفيدة أو لم أستفد منها. البول بيكون على اليمين تحت الشات، مفروض يطلع طول بول. فإذا في حدا لسه مش شايف البول بليز لا تسنو على الشات. حاولوا تسووا مينيمايز للشات، بيطلع لكم تحت هالبول. كبروها او سووا لها دروب داون المفروض يبين عندكم. ميسا انت داخله من لابتوب او من موبايل؟ اوكي، بجوز معقول على الموبايل فيو اصعب او ما ببين البول. It shows انه 21 out of 24 respondents. So I think okay. Yeah. Let's move on. السؤال الثاني عندنا كان التوقيت تبع الندوة اليوم مناسب؟ ولا بتفضلوا إشي بين الثلاثة والخمسة أو إشي بعد الخمسة؟ إذا أي حد البول ما عم بطلع عنده please feel free to share your answers with me. Okay. Very good to move, Nujud. بنحب نعرف تقييمكم لمستر أشرف، هل كان جيد جدا جيد أو يمكن تحسين؟ تمام. We're done with the poll, Nujood. Yes. في سؤال كنا بنحب نسأل عن اللغة تاع التدريب، بتفضل يكون محتوى إنجليزي إلقاء إنجليزي أو محتوى إنجليزي وإلقاء عربي؟ زي هاي السيشن أو محتوى عربي إلقاء عربي أو محتوى عربي إلقاء إنجليزي. بنحب كمان نسألكم
هل بتلاقوا أن الخدمات البنكية التكنولوجية ساعدتكم تخطي الأزمة خلال فترة الحجر المنزلي؟ في حدا كان عنده الأونلاين بانكينج وساعده؟ Thank you, Aya. أوكي، آخر سؤال عندنا بنحب نسأل، في حالة الرغبة بالتوسع بعملكم بتلاقوا الحصول على قرض من البنك لتنفيذ هذا التوسع، هل هو عبء مادي ولا فرصة للنمو والتوسع؟ احنا هيك بتخيل خلصنا الأسئلة، رح أسيب المجال إذا أي حدا حابب يسأل مستر أشرف أي سؤال مشان يقدر يجاوبكم. Thank you كتير. تفضلوا، لو في حد عنده أي أسئلة بليز فيل فري. الحقيقة أنا شفت تنال في سؤال، أشكركم على الكلمة الحلوة. تمام. دلوقتي بيسأل أو بتسأل، معلش أنا مش عارف تنال سيدة ولا رجل، كان السؤال عن إنه دلوقتي في واضح إنه هو أو هي عم بيعمل رسومات أو لوح فنية ومش عارف يحطها بأني سعر، علشان على الصفحة بتاعته مش عارف يعني يحطها بأني سعر، فهل ينزل بالسعر جامد علشان الفنانين الكبار بينافسهم بقوة فبالتالي سعره مش مناسب؟ طبعا هنا في عناصر كتيرة جدا جدا جدا، القصة مش منافس السعر فقط، بس مما لا شك فيه يعني هو ده بعض التسويق، وعملية التسعير دي قصة طويلة جدا جدا جدا، فمش يعني في نبذة سريعة لازم ابقى عارف مين اللي هيحب يشتري اللوح دي، واللي هيشتري اللوح دي هيشتريها عشان يحطها فين؟ يعني هيحطها في البيت، في المكتب، في المنزل الصيفي، فبالتالي لازم ابقى عندي تصنيفة للمستهلك بتاعي، تصنيفة لعمره، تصنيفة لطريقة استخدامه، فبقى فاهم كويس قوي فين المستهلك ده واروح له ازاي، وكل واحد من دول من الشرائح دي اشوف منافسيني بيعملوا معاه ايه وسعرهم ايه. مما لا شك فيه مش المفروض ان انا يعني لو انا لسه بادئ ولسه ماليش اسم فاحط رقم لوحه زي فنانين كبار، ارقام لوحه بتوصل ارقام كبيره جدا، مفهوم ده، بس مع الوقت ممكن ابتدي اكبر ان شاء الله ابقى زيهم واكبر، بس ما انزلش بالسعر لدرجه ان انا استهتر بالفنان ده، او ان انا اشوفه برضو، لانه خلوا بالكم السعر اوقات بيدي انطباع عن جودة الموضوع، اذا هو منتج، اذا هي خدمة، اذا هو حتى لوحة مرسوم. فلا يعني عايز احذر وافهم ميزانية كل شريحة من شرائحي شكلها ايه والمنافسين بتوعي ايه، وابتدي اراجع السعر بتاعي. اتمنى اكون قدرت ارد كويس على السؤال. أنا آسف تنال، واضح إن أنتي واحدة، أشكرك كثيرا وبعتذر إذا ما كنتش عارف الاسم، يا رب أكون رديت على سؤالك تنال. هل في أي أسئلة أخرى؟ أشكرك تنال، أشكرك ميسة، أشكرك فاطمة، أنا تحت أمركم لو في أي أسئلة، حتى لو في أسئلة تخص النقاط اللي اتكلمت فيها ميس جود من بنك الاتحاد برضو ممكن تسألوها دلوقتي.
كركم. من رايا، رايا لو في سؤال ليتر يعني هبحث مع منظمين الندوة لو تحبوا أبعد. رايا، you can contact either بنك الاتحاد or us بالايميل. I think موجود عندكم بالانفيتيشن كان تبعي، and we can pass it on to أشرف. أكيد كان في أشرف سؤال من آلاء أو علاء، I'm not sure, I'm sorry سليمان. Can be question about selling my digital content online as an individual. I found most stores do not accept my country. Any advice? الحقيقة أنا مش قادر أفهم من السؤال إيه المقصود بديجيتال كونتنت، يعني مش قادر أفهم، يعني هل حضرتك أو حضرتك بتصمم المحتوى طبقا لاحتياج الشخص، فأنت بتبيع هذه الخدمة، ولا في محتوى اوريدي جاهز بيتباع؟ فايا كان الاجابه، يعني طبعا انا ما اعرفش. لا، كتب على بيقول وبودكاست. كتب، كتب وبودكاست. طيب يعني برضو اجان، يعني اكيد في سياسات للويب سايتس او المنصات الشهيره جدا بتاعت البيع زي امازون وخلافه. بتبص على خلفيه الكاتب، له كتب قبل كده اتباعت ولا لا. لأن الناس دي زي ما حضرتك عارف ليها اشتراطات انها تحط المنتجات، مش اي منتج في اي وقت يقدر يحطه او يتباع من خلال منصته. فهنا بدعوك ان انت لو لقيت انه دي سبب الموانع، يعني انا برضو عشان انا مش عارف نوعية الكتب، برضو القصة دي كلها يعني ما عنديش تفاصيل عن المنتج، مش هقدر ارد عليك رد دقيق قوي. انما ممكن تبتدي من خلال تعمل تواجد من خلال منصات التواصل الاجتماعي اللي موجود، من خلال الفيسبوك حتى ممكن تقدر تستخدمه بشكل كويس جدا في الجزئيه دي، من خلال لينكدين، من يعني هناك عناصر كثيره، وهناك ويب سايتس برضو محليه او منصات بيع محليه في المنطقه، يعني شوبيفاي على حد معلوماتي موجود له منصة تحديدا للأردن، انت ممكن تبتدي تتواجد على هذه السايتس او هذه الأماكن الإلكترونية دي، هتبقى بداية للتواجد الإلكتروني. معلش يعني انا يمكن مش عارف ارد كويس أوي بدقة على سؤالك، لأنه يعني محتاج افهم شوية اكتر عن نوعية المنتج. أهلا بيك علاء، ولو تحب تتواصل برضو من خلال البنك أو من خلال أخت نجود أنا تحت أمرك. Thank you, Ala. Ala is very active in our events and network, and her products are amazing. أهلا بيك علاء، أنا واضح إن أنت واحدة مش واحد، فأنا آسف علاء. لو تحبي، انا ما عنديش اي مشكلة خالص، لو تحبي تبعتي تفاصيل اكتر وارد تفاصيل اكتر، سواء من خلال تواصل من شركائنا البنك الاتحاد او مؤسسة التمويل الدولية تبع البنك الدولي من خلال ميس نجوم. لو في اي اسئلة تخص منتجات البنك او هذه الندوة انا تحت امركم، و مس جريس موجودة. Okay, I think we can close it off. مش شايفة أي أسئلة، أنا مش عارفة إذا في حدا عنده طالع أسئلة، إذا حدا مش باعت لـ everyone أو مش للهوست. Otherwise شكرا كتير لكم، نتمنى تكونوا استفدتوا من هاي الندوة، و please feel free to contact either myself or any of the بنك الاتحاد's employees, Grace, Jude, whoever you're in contact with, if you have any further questions. Thank you. شكرا.
Yes, I'd like to thank أول إشي مستر أشرف على وقتك والمعلومات الجنن أعطيتنا إياها وأعطيت كل الحضور اليوم. Thank you again. I'd like to thank everybody اللي حضر معنا اليوم. شكرا على وقتكم. شكرا لكم خصصتوا وقت من سكجول تبعكم إنكم تحضروا هاي الندوة. Very soon we're going to have another session مع الـ IFC. بنبعث لكم كمان invitation عن قريب غير sessions الثانية اللي محضر لكم إياها. Thank you again. Please feel free to get in touch. Thank you. Thank you, Grace.